السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بكم النهاردة إن شاء الله في الويبينار الثالث من سلسلة الويبينارز التعليمية المجانية اللي بتقدمها الجمعية المصرية لصيدلة التغذية، إسهاما ولو بجزء بسيط من الجمعية في توفير أكبر قدر من الدعم العلمي والمعنوي لجميع أفراد الفريق الطبي من دكاترة وصيادلة وتمريض وفنيين. طبعا دول يعتبروا خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة اللي العالم كله بيواجهها دلوقتي. نطلب من ربنا إن شاء الله إن هو يوفر لهم السلامة إن شاء الله والمصر كلها. طبعا دي سلسلة من الويبينارز المجانية اللي بتقدمها الجمعية المصرية لصيدلة التغذية. الويبينارز نتمنى إن هي إن شاء الله تحوز على إعجابكم بإذن الله وتستفيدوا بيها. بنحاول نوفر أكبر قدر من المعلومات وإن شاء الله تستفيدوا. النهاردة كان معانا أول ويبينار، كان معانا دكتور محمد فاروق استشاري التغذية العلاجية مجمع الجلاء العسكري، وكان معانا دكتورة ولاء عوض رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية، وكان معانا دكتورة الشيماء إبراهيم رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بمعهد أورام الفيوم، وكان معانا في تاني ويبينار دكتورة سمر نوفل استشاري في اللجنة العلمية بالجمعية المصرية ومحاضر في التغذية العلاجية في كلية الصيدلة جامعة المنصورة. وإن شاء الله النهاردة هيبقى معانا تالت ويبينار اللي هنتكلم فيه عن الكانسر والنيوتريشن سبورت اوركستريتد باث واي. طبعا النهاردة أنا يعني في قمة سعادتي، يعني مش قادرة أقول لكم إن إحنا معانا يعني عالم من الأعلام اللي صيادلة اللي يتعدوا على الصوابع في مصر كلها، يعني دكتورة هبة أنيس. أنا في قمة سعادتي بجد يا دكتور هبة إن حضرتك معانا النهاردة. دكتورة هبة أنيس يعني هقول كده يعني حاجات بسيطة جدا عنها، يعني هي طبعا قيمة علمية وقامة رفيعة المستوى في مصر كلها. طبعا دكتورة هبة مديرة التغذية العلاجية بالقسم الداخلي في المعهد القومي للأورام، محاضر صيدلة الأورام بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، محاضر ببرنامج فارم دي بجامعة عين شمس، محاضر بدبلومة صيدلة الأورام بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، محاضر ومنظم زمالة الصيدلة الإكلينيكية في اللجنة العليا للتخصص الطبية. طبعا أول صيدلي مصري، أول صيدلي مصري، ولينا الشرف طبعا إن هي تحصل على البورد الأمريكي على مستوى مصر في التغذية الإكلينيكية. إن شاء الله الدكتورة هبة أنيس هتكلمنا النهاردة عن التغذية العلاجية لمرضى السرطان وفقدان الشهية المرتبط بالإصابة بالسرطان وفترة العلاج، وطبعا كل ده علاقته بالجائحة العالمية اللي بيمر بيها العالم كله وبتمر بيها مصر وتأثيره على مرضى الأورام والسرطان. طبعا بنفكركم إن شاء الله إن شاء الله أي سؤال أو أي استفسار دكتورة هبة مشكورة في آخر الويبينار هترد على جميع الاستفسارات إن شاء الله. أي حد حابب يبعت استفسار أو كويتشن، في عندكم أيقونة كويتشن هيبعت السؤال وإن شاء الله في آخر الويبينار هنجاوب على كل الاستفسارات وكل الأسئلة. وفي طبعا 3 4 بولز كده كويتشن دكتورة هبة حطتها لنا، إن شاء الله نستمتع مع بعض وأتمنى إن أنتم تشاركوا معانا وتتفاعلوا معانا، وبإذن الله الويبينار يفوز على اعجابكم. طبعا دكتوره هبه يعني إيه يعني انا مش قادره اقول لحضرتك يا دكتوره هبه ان ناس كتير بعت لنا من قبل الويبينار بتسال، وطبعا يعني في منتهى السعاده ان حضرتك هتكوني معانا النهارده ان شاء الله. انا معاكم باذن الله دكتوره منى شرف الدين الامين العام للجمعيه، وبحب اشكركم طبعا بالنيابه عن مجلس اداره الجمعيه وعن دكتور محمود جمعه رئيس مجلس الاداره، وان شاء الله نستفيد كلنا باذن الله النهارده. اتفضلي دكتور هبة. دكتور هبة السلام عليكم، اتفضلي حضرتك يا دكتور. سامعيني كويس؟ سامعيني؟ حضرتك سامعاني؟ حضرتك سامعاني؟ انا سامعة، انا سامعاكم، انتوا سامعيني بقى؟ تمام، اتفضلي يا دكتور. طيب اوكي، السلام عليكم، مساء الخير.
مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. طبعا بشكر دكتورة منى على المقدمة الرائعة دي، يعني أخجلتم تواضعنا يعني. وبشكر طبعا الإيجيبشن سوسايتي فور نيوتريشن سبورت فارماسيست على مجهودهم الكبير والرائع وحماسهم وإصرارهم إن هم يقدموا لصناديق التغذية العلاجية في مصر كل ما هو جديد يعني. وإن شاء الله التوك بتاعتي النهاردة تكون مثمرة وتسمعوا فيها كلام كويس يضيف ليكم بإذن الله. أنا مش حابة إنها تكون يعني هيئة محاضرة، يعني حابة إنها تكون interactive، فبليز مش بس تبعتوا questions، لو حد عنده أي experience أو حب يشارك معانا حاجة أو كلمت عن نقطة هو عنده فيها خبرة، please let us know، اكتب لنا عن الحاجة دي نشاركها كلنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. النهارده لو انا معاكم وحضراتكم منتظرين ان انا اتكلم معاكم، فده بسبب ناس كتير قوي وقفوا معايا، بسبب اساتذتي اللي اتعلمت منهم، وبسبب المرضى اللي اتعلمنا معاهم وبيهم واستحملونا في حاجات كتير قوي. فيعني لكل دول احب اشكرهم جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم عن كانسر ونيوتريشن سبورت، والحقيقه سميتها الاوركستريتد باثوي. الكلمه عجبتني وانا بدور عن التوبيك عشان احضره، كانوا مستخدمينها وهما بيتكلموا عن الباثوجينيسيس اوف مال نيوتريشن ان كانسر، بس الحقيقه انا لقيتها كورليتد لكل حاجه ليها علاقه بالكانسر ان مال مانجمنت. وخلونا في خلال التوب بتاعتنا النهارده نشوف ده باين ازاي. عايزه اشيل السكرين دي. اوكي، الاجنده بتاعتنا النهارده هتبقى الكانسر ان انفلاميشن، كانسر ان مال نورشمنت، كانسر كاتشيكسيا او كاكيكسيا، الامباكت اوف لوس اوف سكيلتال ماسل ماس، السكريننج اند اسسمنت رول ادابتيشن اوف ذا جليم كرايتيريا فور مال نورشمنت، ازاي ان النيوتريشن سبورت للكانسر بيشنت از كونسيدرد تو بي ذا بارالل باثوي. وهناخد ا فيري كويك لوك على الايسبن جايد لاينز عن الكانسر بيشنتس، وهنتكلم بريفلي عن الكوفيد 19 والراب اب باي تيك هوم مسج. طيب خلونا الأول نتكلم مع بعض كده عن الكانسر. ليه بنفكر في malnourishment أو nutritional status بتاعت الكانسر patients؟ لأن في الحقيقة there is light in the tunnel at the end of the tunnel despite إن cancer is one of the leading causes of deaths. لكن لو بصينا على trend of incidence من سنة 1975 لحد دلوقتي هنلاقيها تقريبا في plateau with the exception يمكن with very few types of malignancies. مش بس كده، الهوب أعلى بكتير جدا لأن trend of mortality يكاد يكون ثابت أو declining برضو with يمكن with the exception of liver cancer. فبالتالي إحنا عندنا survivor من الكانسر patients، الناس دي بتتعالج وبتخف وبتكمل معنا في الحياة، فwe need إن هم يبقوا having a good quality of life. طبعا الامبروفمنت في المورتاليتي ريت دي مش بس ليها علاقه بالسيرفيلانسز وبالايرلي ديتكشن، ليها علاقه كمان بالتطور اللي حصل بالطريقه اللي احنا بنعالج بيها الكانسر، بدايه من ان هم كانوا زمان قوي 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 اتس اونلي جاست سيرجيكال ريموفال اوف ذا تيومر، وبعدين الانترودكشن اوف راديو ثيرابي، بعدين في 1940 تراديشنال كيمو ثيرابي، وظهور التارجتد ثيرابي في 1980، واخيرا بقينا مور اند مور توردز بريسيشن ميديسن and personalized treatment through the checkpoint inhibitors والCAR T cell والCancer vaccines. فاحنا العلاج بيبقى very much personalized وبيحقق نتائج أحسن بكتير أو من الأول، فبالتالي عايزين الindividuals دول to have a healthy life. والحقيقة كل ما الواحد بيقرأ عن الكانسر وبيدور عليه بيترسخ في ذهنه أكتر كلمة إن الكانسر ده مرض فعلا خبيث. خلينا نبص كده what is cancer. Cancer is a genetic disease، بيحصل لحدوث طفرة جينية أو عدة طفرات جينية بينشأ عنها إن الخلية بتقدر to bypass النورمال ميكانيزمز أو الباثويز اللي أي خلية defective الجسم بيواجهها وبيقضي عليها، ويبتدي يحصل عندها uncontrolled growth and spread of abnormal cells. مهمة قوي الثلاث حاجات اللي هنقولهم دول وهيمشوا معانا all the way through إحنا بنتكلم عن malnourishment in the cancer patient. So these are cells characterized by uncontrolled growth and spread. في نفس الوقت بيبتدي الجسم يعمل immune mediated tumor destruction، وفي نفس الوقت وجود التيومر ده elicits a chronic inflammatory response. فخلينا فاكرين كلمة ال uncontrolled growth، وخلينا فاكرين كلمة ال immune mediated tumor destruction، وكلمة ال chronic inflammatory response.
طب خلونا نشوف كده سؤال في الأول نتكلم فيه أو نسأل فيه actually عن الكانسر والمالنوتريشن. Which of the following best describes cancer associated malnourishment? Is it a disease related malnourishment without inflammation, or disease related malnutrition with inflammation, or it could be fully reversed by normal nutritional supports? خلونا نشوف مع بعض كده يا ترى أنهي statement من دول best describes المالنورشمنت اللي بتحصل مع الكانسر بيشنتس. انتظر إجاباتكم. هي الإجابة ظهرت يا في دكتور، أي إجابات؟ أغلب الناس جاوبت disease related malnourished with inflammation. With inflammation. Disease related malnutrition with inflammation. طيب خلونا بقى نشوف فكرة disease related malnutrition with inflammation دي عبارة عن إيه؟ Okay. Okay. زي ما حضراتكم جاوبتوا ان المالنورشمنت اللي بتحصل مع الكانسر is a type of malnourishment that is associated with inflammation، فبنقول عليها chronic disease related malnutrition with inflammation. طب ايه المشكله في كده؟ ان الانفلاميشن is an important watershed for malnourishment etiology، يبقى المالنورشمنت دي سببها الاساسي واللي المتحكم الاساسي فيها هي الانفلاميشن. طب صوت ايه المشكله في كده؟ المشكله ان الانفلاميشن ده is associated with adverse functional and clinical outcomes. بطريقه ايه؟ inflammatory response will cause anorexia, tissue breakdown and metabolic changes, significant loss of body weight, alterations in body composition and declining in the physical function. فلو بصينا عليها برضو it's an orchestrated pathway، مجموعه من الحاجات بتحصل مع بعضها في وقت واحد او بالتتابع مع بعضها. It's orchestrated pathway. اوكي في حاجة حصلت مش صح. اوكي ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ هل يا ترى كل عيانين الكانسر بنشوف بيهم المال نيوتريشن زي بعض؟ يعني if we consider مثلا a breast cancer patients، حاولوا تفتكروا كده معايا وتسترجعوا كل البريست كانسر patients اللي شفتوهم، هل كلهم كانوا مال نورش؟ طب تعالوا let's look for a pancreatic cancer patient، هل كانوا كلهم مال نورش؟ فبنقول ان prevalence of malnourishment in patients with cancer has been reported to range from 20 up to 70% in worldwide studies. However, the percentage of prevalence دي is dependent على مجموعة من الـ variables من ضمنها الـ age بتاعت الـ patient، الـ cancer type والـ cancer stage نفسها. ولو بصينا على الشمال هنشوف مجموعة من الـ studies that were conducted، كل واحدة منهم اتعملت على either a specific type of cancer أو على multiple types of cancer، وكانوا بيتكلموا عن الـ malnutrition prevalence. فـ for example if we looked at a study اتعملت على الـ upper gastrointestinal cancers هنلاقي إن 52% of the patients on chemotherapy were malnourished، بينما مثلا لو بصينا على study تانية اتعملت على الـ gastric patients هنلاقي إن 19% of hospitalized patients for gastrostomy well malnourished and so on. مثلا advanced colorectal patients 39% من patients اللي سنهم اكتر من 70 سنه كانوا malnourished even prior to starting chemotherapy. لو بصينا برضو على study اتعملت على multiple types هنلاقي
يعني 30% من البيشنتس الاكثر من 18 سنه كانوا مالنورش، واقل من 60 كانوا 39%. فايتس ديبندنت على الايج، اتس ديبندنت على الكانسر تايب، اند اتس ديبندنت على الكانسر ستيتس. هاويفر البريفالنس ان جنرال اوف مالنورشمنت ان كانسر از هاي. ليه قلقانين من الحكايه دي؟ وار ار وي كونسيدرينج المالنورشمنت؟ ازنت سمبلي عشان احنا عايزين ناكل العيان؟ لا، خلينا نبص at a broader picture. We are looking for the clinical outcomes. We are looking on the quality of life of the patients. We are looking at the overall survival of the patient. فبنقول إن patients receiving chemotherapy preventing with weight loss and malnourishment, they have a decreased performance status and poor survival. والحكاية دي بتبقى associated with increased length of hospital stay، بكل بقى الhospital costs اللي ممكن تحصل، بكل النوزوكوميال infections اللي ممكن العيان يتعرض لها في الوقت ده، بكل الcomplications اللي ممكن العيان يتعرض لها كل ما قعد فترة أطول في المستشفى وكان prescribed other supportive treatments، increased in the mortality rate، longer duration of the treatment، العيان بيبقى scheduled for surgery وما نقدرش ندخله العملية عشان مالناش، العيان دي جرعة radiotherapy مش قادرين نديله الراديو ثيرابي عشان ما النرج مش هيستحمل التوكسيستيز اللي هتحصل بعد كده. العيان ليه كيموثيرابي او مينوثيرابي ومش نافع ان هو ياخده علشان العيان از مالنرج. وبالتالي ده بينتهي انه يحصل less effective treatment. وزي ما قلنا الـ overall objective بتاعنا ان احنا عايزين يبقى عندنا clinical outcome and better overall survival. ولو فضل العيان مالنرج ده هيحصل less effective impact of the treatment بتاعة الـ patients. So cancer associated malnourishment زي ما قلنا في الأول is disease related associated with inflammation. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل عندنا حاجتين مهمين جدا: inadequate food intake أو anorexia أو increased energy intake associated with metabolic derangements. خلينا فاكرين السلايد اللي اتكلمنا فيها عن الكانسر وقلنا نفتكر كلمة immune ونفتكر كلمة inflammation. طب الـ inadequate food intake والـ metabolic derangements دي هتresult in negative energy balance and skeletal muscle loss. ويهمنا قوي حتة الـ skeletal muscle loss دي، لأن هي دي الحقيقة اللي بتؤدي decreased quality of life, decrease in the physical function and decrease in the treatment tolerance. هي دي اللي بتدينا الـ prognosis الوحش الحقيقي للعيان ده. فببساطة شديدة، أو الحقيقة هي مش بساطة، هي once again an orchestrated pathway, very complicated orchestrated pathway. It's an imbalance between the energy expenditure and the energy intake in the cancer patient. The energy expenditure زي ما كل حضراتكم عارفين الـ total energy expenditure هي عبارة عن مجموعة من الـ resting energy expenditure, the thermic effect of food and physical activity. طيب ايه اللي يحصل لو حصل امبالانس؟ يعني لو انا خدت الانرجي انتيك بتاعي اكتر من الانرجي اكسبندتشر هيحصل اوفر ويت، والعكس لو الانرجي انتيك بتاعي كان اقل من الانرجي اكسبندتشر هيحصل ويت لوس. هو مش بس اللي بيحصل في الكانسر بيشنت ان الانرجي انتيك بيكون قليل، لا ده الريستنج انرجي اكسبندتشر كمان بتاعه الكانسر بيشنتس ان موست تايبس اوف كانسر بيحصل لها انكريز. فالامبالانس الحقيقه بيكون كبير من ناحيه ان الريستنج انرجي اكسبندتشر بتعلى، ومن الناحيه الثانيه ان الانرجي او الكالوريك انتيك بتاعه العيان بتقل. ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ التيومر ووجوده ذات نفسه بيعمل CNS signalings that code for anorexia. يبقى التيومر بيأثر through CNS signaling إن العيان ده يبقى يفقد شهيته. طب والسيستميك inflammation اللي موجود نتيجة وجود التيومر وأدى للrelease of interleukin 1 و6 والتيومر necrotic alpha بيعمل إيه؟ It codes for muscle wasting, changes في الميتابوليك pathways اللي بتحصل في الليفر ولايبوليسيس أو fat use and depletion. طب يا ترى ايه اللي بيخلي الانرجي انتيك يقل؟ Once more the systemic inflammation will cause to anorexia, weight loss and poor function, fatigue, pain and depression. خلصت الحدوته عند كده؟ لا، نكمل الاوركسترا بتاعتنا وهنقول ان systemic inflammation ده will cause further metabolic derangements. دي كبيرة لأن قلنا إن بيحصل increase في resting energy expenditure associated مع the poor order أو energy intake. إيه اللي بيحصل في increased energy expenditure؟ من أول وحنا نتكلم عن الكانسر قلنا rapidly dividing cells، هي خلية عايشة بيحصل لها replication بمعدل عالي جدا، فبالتالي هي محتاجة كل المايكرونيوترينت سبستريت بتاعتها، محتاجاها. هتاخدها منين؟ هتاخدها من البلد.
فإذا العيان كان بياكل أو مش بياكل، الكانسر اللي هو فعلا خبيث will find its way إن هي تاخد المايكرونيوترينتس بتاعتها، أو سوري النيوترينت سبستريتس اللي هي محتاجاها in order to survive. فهياخد جلوكوز، هيعمل جلوكوز ابتيك عالي جدا، هيبتدي ياخد الفاتي اسيدز من السيركيليشن، هيبتدي ياخد البروتينز اللي هو محتاجها علشان خاطر تو كونتينيو سيرفايف. المشكله كمان ان التيومر بيبتدي يحول اللاكتوز هو انيروبيك جلايكوليسيس ويطلع لي لاكتيت. فلو بصينا على الاديبوز تيشو هنبتدي نلاقي ان ترايسايكلوبيسترز هيحصل لها بريك داون، فاتي اسيدز هيحصل لها ريليز وابتيك باي ذا تيومر، الجليسرول هيحصل له ريليز ويروح للليفر ويدخل في الجلوكونيوجينيسيس علشان يصنع جلوكوز، الجلوكوز يحصل له ريليز اند فيرذر ابتيك باي ذا تيومر. طب ايه اللي بيحصل على الماسل ليفل؟ الماسلز بيبتدي يحصل فيها بروتين ديجريديشن ليدنج تو ذا ريليز اوف جلوتامين، الجلوتامين ده هيروح رايح برضه او يحصل له ابتيك في التيومرز ان اوردر تو اندرجو بروتين سينثيسيس اللي محتاجاه الخليه السرطانيه. حصل ليه كل الكلام ده؟ يبقى انا عندي انات بروتيوليسيس ونات لايبوليسيس، ماسلز عماله تتكسر واديبوز تيشو عماله تتكسر. ايه اللي تريجر الموضوع ده؟ اللي تريجر الموضوع ده وجود التيومر، وجود الانفلاميشن والريليز بتاع الانترلوكينز والسيتوكينز اللي طلعت. فبنلاقي مثلا ان في الماسل سيل السيتوكينز دي بتمسك على ريسبتور سايز استيميليت كاسبيزز معينه تؤدي الى حدوث ابوبتوز، الخلايا دي بتموت. Meanwhile برضو السيتوكينز دي لما بتمسك بتعمل alter gene expression، هتخلي الخلايا يحصل لها autophagy وتبتدي تعمل release للجلوتامين اللي هيدخل على circulation ويروح للتريمر سيل. في نفس الوقت الامتور signaling هيؤدي decrease في البروتين synthesis اللي بيحصل جوه المسل سيل دي وincrease protein degradation. فمن ناحية مفيش protein synthesis، ومن ناحية خلايا بيحصل لها apoptosis يا بيحصل protein degradation. في نفس الوقت برضو السيتوكينز دي lead to the increase in the uncoupling proteins في الميتوكوندريا through electrons transport chain والoxidative phosphorylation هتقلل ال ATP synthesis. طب ايه بيحصل في الأديبوز تيشو؟ برضو التيومر والإنفلاميشن هيطلع لي السيتوكينز اللي هتمسك على الريسبتور سايتس ساعتها على الأديبوز تيشو، هتعمل increase the uncoupling proteins تقلل ال ATP production. نفس الوقت الانفلاميشن will cause an altered hormonal pathway or signaling pathways that will lead to increased lipolysis, increased في release triacylglycerols in the circulation، وفي نفس الوقت decrease في الuptake بتاع الفاتي acids من circulation. فالخلايا برضو بيحصل فيها lipolysis. فreally it's an orchestrated pathway once more. Really the tumor is very much خبيث وبيقدر يsurvive by any possible means. هل بيقتصر الموضوع عند هذا الحد؟ لا، عندنا what we know by cancer cachexia. في ناس بتقولها cachexia، في ناس بتقولها cachexia، أو في ناس بتقول عليها cancer anorexia cachexia syndrome. إيه هي؟ The most known definition بتاعها that it is a multifactorial syndrome defined by ongoing loss of skeletal muscle mass. خليكم فاكرين كم مرة تكلمنا عن loss of skeletal muscle mass، و this is really what characterizes the malnourishment بتاعة cancer patients، وده اللي بيخلي مهمتنا إحنا كناس بتوع clinical nutrition مش سهلة. ال skeletal muscle loss ده مش سهل، والإفكت بتاعته على prognosis مش سهلة. So it's an ongoing loss of skeletal muscle mass with or without loss of fat that cannot be fully reversed by conventional nutrition support. وبعد شوية هنشوف، طب لو هو مش reversed by conventional nutrition support احنا هنقف عجزين ولا في حاجات ممكن نعملها. And it leads to progressive functional impairment. فهي مش ببساطة ان decreased energy intake، لا، فالبروجنوزز وحش والاوتكم في الاخر بيكون سيء. ايه الهولماركس والحاجات اللي بتبقى موجوده مع الكانسر كاشيكسيا؟ ويت لوس، ماسل ماس لوس، فات ماس لوس، انوركسيا، سيستميك انفلاميشن، انسولين ريزيستنس، انيميا، اند فانكشنال امبيرمنت. اف وي كومبير ده مع اللي بيحصل مثلا مع السمبل ستاربيشن، او اللي بيحصل جاست سمبلي ديكريز في الانرجي انتيك، هنلاقي ان الماسل ماس لوس ممكن يكون اقل في الستارفيشن. مفيش انوركسيا، مفيش سيستميك انفلاميشن، مفيش انسولين ريزيستنس، مفيش انيميا سام هاو. ولكن لو بصينا على البيكتشر بتاعت الكانسر كاتشيكسيا دي هنلاقيها فيري ماتش شبه اللي ممكن يحصل لما بيحصل عندي سبسس او سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، او لما بيحصل عندي سيفير انفكشن. فتخيلوا عيان كانسر مال نورشد
دخل في فيبرال نيتروبينيا ودخل الاي سي يو. انتم متخيلين قد ايه التشالنج بيكون قوي وصعب على العيان في الوقت ده. وزي ما اتفقنا وجود التيومر والاسوشيتد انوراكسيا كاشيكسيا سيندروم بيأفكت ديفرنت اورجانس، فهو بيأفكت البنكرياس، بيحصل عندي انسولين ريزيستنس زي ما قلنا من شويه، لايبوليسيس بروتيوليسيس، بيأفكت السي ان اس سيجنالينج يخلي العيان يبقى انوراكسيك، بيبتدي يحصل عندي في الجي اي تي ديسبيوزس وديكريس فود انتيك. التيومر كانه بيسخر كل الجسم لخدمه نفسه هو على حساب الجسم بكل اسف. دورنا ايه؟ احنا هنقف بقى عاجزين وخلاص عرفنا ان العيان بقى عنده مالنورشمنت او عنده كاشيكسيا؟ لا. Our role is to assess and screen for malnourishment or for cancer cachexia. هنسكرين من خلال ايه؟ We'll look for weight loss, body mass index او skeletal muscle mass once again. It's not just one stage. هي الحقيقة ثلاثة stages: the pre-cachexia, the cachexia, the refractory cachexia. في pre-cachexia it might be simply a modest decrease في ال weight بتاعة العيان. فدورنا في الوقت ده إن إحنا نقدم كل possible symptom management أو supportive care علشان خاطر نساعد العيان إن هو ياخد oral intake كويس. فلو في مثلا xerostomia، لو في dysphagia، لو في very mild mucositis، لو في pain، لو في depression، نحاول نتعامل مع الفاكتورز كلها اللي ممكن تكون بتأثر على إن oral intake بتاعة العيان مش كويس. نشوف الفود preferences بتاعته إيه، نبتدي نعمل supplementation بoral nutritional supplement and so on. الستيج اللي بعدها هي الكاشيكسيا، وthis is the most complicated والmost sophisticated واللي بنشتغل فيها. We have to assess for the phenotype. ايه السبب اللي مخلي يحصل الويت لوس ده وديكريس في السكيلتال ماسل ماس في الوقت ده؟ Whether it's anorexia and decreased food intake, whether it's a catabolic drive, whether في حصل decline في muscle mass and strength, هل في functional and psychological effect ولا لا؟ وفي الوقت ده المانجمنت بتاعت الكاتشيكسيا بتكون مالتي مودل. مالتي مودل من البرسبكتيف ان انا مش بس بقدم nutrition support, artificial nutrition, little iron or nutrition supplement او enteral او parenteral nutrition، لا انا ممكن احتاج استخدم pharmaconutrients معايا. مالتي مودل من البرسبكتيف بتاع ان مش بس النيوتريشنست او مش بس الكلينيكال نيوتريشن هو اللي بيشتغل، لا انا محتاج other disciplines انها تشتغل معايا. اللاست ستيج والتي هي بلا رجعه هي ريفراكتري كاشيكسيا، وللاسف مش بيكون عندنا حاجه كتير نعملها للعيان في الوقت ده. maybe controlling the pain, symptom palliation and that's it. Again, an orchestrated pathway متتالية بتتتالي وراء بعضها very complicated. لو لم أتدخل early علشان أوقفها هيبقى صعب جدا جدا إن أنا أوقفها. tumor والhost response اللي موجود بيتحكم بدرجة كبيرة في كل اللي بيحصل. فتاني البريكاشيكسيا is simply an involuntary weight loss أكتر من 2% ولكنه لا يزال أقل من 5%. وقلنا إن أنا في الوقت ده I have أن أنا to provide كل supportive care اللي ممكن أعمله to improve the oral intake بتاعة العيان. بينما الكاشيكسيا هي عبارة عن weight loss أكتر من 5% في فترة 6 شهور، أو weight loss أكتر من 2% و body mass index بتاعة العيان أقل من 20، أو weight loss أكتر من 2% والعيان عنده ساركوبينيا. إيه الساركوبينيا؟ الساركوبينيا دي حاجة بتحصل mainly في الأولد إيج، بيكون برضو فيها decrease في skeletal muscle mass، بس مش شرط يكون فيها loss في skeletal muscle mass والmuscle strength، بس مش شرط يكون فيه decrease في الأديبوز تيشو قوي وفي الويت قوي. بتحصل عند الكبار، لو حد فيكم يبص للناس الكبار ممكن بالتعبير الدارج بتاعنا نقول إن هو بيكش أو بينكمش أو بيضمر كده. فده بيبقى الفيز بتاعة الكانسر كاشيكسيا. وقلنا ان الريفراكتري كاشيكسيا في البيشنتس اللي بيكون عندهم low performance status score 3 or 4 واللايف اكسبكتنسي بتاعتهم بتكون عادة اقل من 3 شهور، ودول العيانين اللي بيبقوا palliated ما لهمش treatment عندنا. فكل فيز من الفيزز بتاعة الكانسر ريليتد مالنورشمنت ليها هول ماركس بتميزها وليها طريقه انا ككلينيكال نيوتريشن بتعامل بيها معايا.
البريفالنس ايه؟ قلنا ان البريفالنس زي ما كانت في المالنورشمنت ليها ريليشن بالكانسر تايب والايج والستيجنج، فالبريفالنس برضو بتاعت الكاتشيكسيا ليها علاقه بالكانسر تايب، بنلاقي حاجه زي البنكرياتيك جاستروسوفيجال كانسر، هذا النك لانج كانسر، كولوريكتال اعلى من حاجه مثلا زي الهيماتولوجيكال مالجنسيز او بريست وبروستيت كانسر. والحاجات اللي فيها هاي بريفالنس او هاي انسس الكاشيكسيا بتكون برضو اسوشييتد ب هاير برسنتج اوف ويت لوس. اتفقنا ان الكاشيكسيا فيها مالتي مودال مانجمنت، والحته دي مهمه جدا بصراحه، وي ورك ان تيمز، مفيش حد بيشتغل لوحده. فليتس تيك ا لوك كده، هي ازاي اتس ا مالتي مودال ثيرابي، اجين اتس ان اوركستريتد باثوي. اهم حاجه الاويرنس والدياجنوزس اوف ذا بروبلم، لازم كل الميديكال تيم يكون فاهم الامبورتنس بتاعت المال نورشمنت، ويعني ايه كانسر كاشيكسيا، وامتى المفروض اتدخل. وفي نفس الوقت نجاحي في اني امانج الكانسر اسوشيتد كاشيكسيا ليه علاقه بنجاح الاوبتيمال الميكولوجيكال مانجمنت، يعني التيومر لازم يكون ريسبونسنج للتريتمنت علشان يساعدني ان انا اقدر اتعامل مع المال نورشمنت الموجود على العين. افتكروا mainly it's an inflammation حاصل نتيجة وجود التيومر والهوست ريسبونس لي. فلو أنا مش محقق نجاح في علاج التيومر، بالتالي مش هحقق نجاح عالي قوي في نجاح في علاج المالنورشمنت. It requires multidisciplinary teamworks، teams بتشتغل مع بعضها. We must early intervene، لازم أتعامل بدري. عشان كده السكرينينج بتاعت الكانسر patient for malnourishment with diagnosis من وقت التشخيص، ما بسيبش عيان كتير من غير re-screening and re-assessment once more. I must provide best supportive care. I could use anti-inflammatory therapy زي الانسيدز أو الإيبا أو الإيكوزا بنتانويل، الإيبا يعني الإيكانزويدز. ممكن أحتاج أن أنا أستخدم erythropoietins for the management of anemia. It's very important to highlight the importance بتاعة الphysical activity أو الexercise. الحاجة اللي مش بحركها مش هيوصل لها طاقة، الطاقة بتتوزع للحتة that demands for طاقة، فلازم أحرك العضلات عشان يوصل لها الانرجي تبتدي تساعد معي. فبنقول stabilization of weight and physical performance are reasonable goals. Reasonable goals for the management or rehabilitation for cancer cachexia. However, they may be exceeded in some patients and they might not be met in other patients or in other types of cancer. To sum it up بقى، ايه موضوع المالنورشمنت اند كانسر؟ هي عباره عن انوركسيا وليميتد فود انتيك through altered CNS appetite signals with symptoms resulting from the cancer or the treatment اللي بديها العيان. Physical limitations to food intake and use due to toxicities or due to tumor itself. Pre-cachexia and cachexia with cachexia anoroxia and weight loss are worsened by the catabolic drives او الانفلاماتوري cytokines الموجوده that further reduce the nutrient intake and increase the metabolic demands. We sarcopenia may ensue as body reserve depletion of the body reserves or low lean body mass. Then it's multimodal identification of the problem, the palliation بتاعت the symptoms or palliative care will pain management, exercise, دورنا في nutrition, advocacy through local resources, education and caregiver support, وان احنا conduct further research عشان خاطر نتوصل للcauses او more identification of the causes of cachexia، وبالتالي نقدر نعمل more personalized او individualized treatment للcachexia. خلونا ناخد مع بعض سؤال تاني قبل ما نكمل. I hope things are going so fine. الناس مش زهقانة، الناس following، الدنيا ماشية كويس معاكم. خلونا ناخد سؤال كمان كده نشوف البول هنعمل فيه ايه. Which of the following indicators of malnourishment in cancer patients is associated with worse prognosis? Reduced muscle mass ولا low body mass index ولا reduced energy intake؟ هما كلهم حاجات مش كويسة، بس أنهي أكتر واحد فيهم اللي ممكن يبقى معاه الـ worst prognosis؟ هل هو reduced muscle mass؟ هل هو low body mass index؟ ولا هل هو reduced energy intake؟ إيه الأخبار؟ بنتمنى إن الدكاترة كلهم يشاركوا معانا.
ويجاوبوا على الكويتشن الدكتور حطاه. هو بياخد وقت بس يا دكتور عبال ما الريزلت تبدأ. اوكي انا معاك، وقولوا لي الفيدباك، الناس الدنيا ماشيه معاها ولا الاخبار ايه؟ حد عايز يشير معانا اي سؤال اي حاجه؟ هو طلع الريزلت دلوقتي 71% قال reduced muscle mass هايل، و12% low body mass. اوكي هايل جدا، جريت. هو زي ما قلنا كلهم حاجات مش كويسه، ولكن ريديوس ماسل ماس، وهنشوف ده بعد شويه، emphasized by clinical trials اتعملت، هو is associated with worse prognosis، وهنشوف in what aspect. خلينا نكمل مع بعض كده ونشوف ايه اللي هيحصل. خلينا نشوف ايه الامباكت بتاعت الكلام اللي اتكلمنا عليه كله من شويه، ونبص شويه على شويه studies اتعملت. اول study كانت على pediatric cancer patients، كانوا بيدرسوا الامباكت اوف malnourishment on survival and infections among pediatric patients. هم بصوا على كذا variable كده وقارنوا بينهم بين بعضهم. اول حاجه لو بصينا على charts A و B، دول كانوا بيبصوا على البادي ماس اندكس بتاعت العيانين ات دايجنوزس، يعني بصوا على العيانين اللي كان البادي ماس اندكس بتاعهم وحش versus اللي كان البادي ماس اندكس بتاعهم كويس. الوحش هو الاحمر والكويس هو الازرق، وكانوا بيقيسوا الاوفرول سرفايفل، فلقوا ان البرسنتج بتاعت الناس في الاوفرول سرفايفل اللي البادي ماس اندكس وحش كانت اقل من البادي ماس اندكس بتاعها كويس. الحاجه الثانيه اللي قاسوها الويت لوس اللي حصل، وده كان في التشارتس اللي هي سي ودي، الناس اللي حصل لها ويت لوس اكتر من 5% بعد 3 شهور من بدايه التريتمنت، والناس اللي حصل لها ويت لوس اقل من 5%، واللي جنبها كان اقل من 10% او اكتر من 10% عند 3 شهور. بالتالي اللي حصل عندهم الويت لوس العالي كان الاوفرول سرفايفل اقل. اخر حاجه درسوها كانت الديكلاين في البادي ماس اندكس بعد بدايه التريتمنت بشويه، فالناس اللي حصل عندهم ديكلاين في البادي ماس اندكس دول اللي كان عندهم الورست اوفرول سرفايفل. لو بصينا في الأدلت ونبص على studies of different solid tumors، أول واحدة بتتكلم عن low skeletal muscle mass is a predictive factor for chemotherapy dose limiting toxicity in patients with locally advanced head and neck cancer. الـ objective بتاعها كانت إيه؟ low skeletal muscle mass or sarcopenia is emerging as an adverse prognostic factor for chemotherapy dose limiting toxicity. يعني مش بيتكلموا بقى على الـ weight loss والـ weight gain والـ body mass index حصل في ايه والبروتين شكلها ايه، لا ده بيبصوا على تاثير اللو ماسل ماس على التوليرنس بتاعه العيانين للسايتوتوكسيك ايجنتس اللي بياخدوها، مش بس كده وكمان على السرفايفل. Our aim was to determine the impact of low skeletal muscle mass on chemotherapy dose limiting toxicity in patients with locally advanced head and neck squamous cell cervical carcinoma primarily treated with radio and chemotherapy. والريزلتس قالت of 112 patients 30.4% experienced chemotherapy dose limiting toxicity. وكمان علقوا ان الناس اللي حصل عندهم chemotherapy dose limiting toxicity دي نتيجه ان هم كانوا malnourished او نتيجه ان كان السكلتال ماسل ماس بتاعتهم قليله، دول كان الاوفرول سرفايفل بتاعهم وحش. فقالوا patients with low skeletal mass muscle experience chemotherapy dose limiting toxicity more frequently than patients with normal skeletal muscle mass and they received a higher dose of chemotherapy per kg lean body mass. At multivariate analysis, low skeletal muscle was independently and inversely associated with chemotherapy dose limiting toxicity. يعني كل ما كانت skeletal muscle mass قليلة كل ما كانت chemotherapy dose limiting toxicity أعلى، يعني كل ما اضطريت إن أنا أوقف التريتمنت بتاعت العيان أو كل ما اضطريت أعمل dose reductions للعيانين دول. Patients experience chemotherapy dose limiting toxicity had an overall lower overall survival than patients who did not have. يبقى في correlation between skeletal muscle mass
والتوليرنس بتاعت العيان للكيموثيرابي بتاعته، وان انا اضطر اعمل دوز ريدكشنز او اوقف التريتمنت، وبالتالي الامباكت بتاع ده على الاوفر اول سرفايفل بتاعت البيشنتس. كونكلوجن: لو سكيلتال ماسل از ان اندبندنت ريسك فاكتور فور كيموثيرابي دوز ليميتنج توكسيسيتي في البيشنت بوبيوليشن دي. انذر ستدي بتبص على الامباكت اوف ميجرمنت اوف سكيلتال ماسل ماس اون كلينيكال اوتكمز ان بيشنتس وذ اسوفيجيال كانسر اندرجوينج اوسوفاجيكتومي after new adjuvant chemotherapy. يبقى المرة دي هو بيبص على ايه؟ بيبص على الكلينيكال اوتكمز عند العيانين اللي هتاخد new adjuvant chemotherapy. هو برضو قاس السواس ماسل وشاف الماسل اندكس بتاعتها ايه، وابتدى يعمل كورليشن. خلينا نبص بسرعة كده عمل ايه. هتلاقي ان العيانين الفاكتورز دي كلها اللي هي التوكسيسيتيز اللي ممكن تحصل، adverse events greater than or equal grade 3 of new adjuvant chemotherapy اللي حصلت عند العيانين دول، هنلاقي ان العيانين اللي عندهم low سواس muscle index البرسنتج اللي حصل لهم overall adverse events اكتر من العيانين اللي كانوا عندهم high سواس muscle index. فهنلاقي ان في اللو 98% من العيانين دول حصل لهم adverse events، بينما في الهاي 82%. لو بصينا على الليكوبينيا هنلاقي في اللو 81%، الهاي 67.2. لو بصينا مثلا على حاجة زي الأنوركسيا، لو بصينا على الدايريا، لو بصينا على الستوماتايتس and so on. طب بص على ايه كمان؟ بص على الكلينيكال ريسبونس والباثولوجيكال ريسبونس، فلقى ان الناس اللي عندهم low سواس ماسل اندكس كان كلينيكال ريسبونس بتاعهم اقل، كانوا 65%، بينما اللي كان عندهم هاي كان الكلينيكال ريسبونس بتاعهم احسن. هاويفر ما كانش في علاقه واضحه ريجاردنج الباثولوجيكال ريسبونس بتاعه البيشنت بوبيليشن. برضو بص على البوست اوبريتيف كومبليكيشن اند سيرجيكال اوتكمز بتاعه العيانين دول، وقارن بين الناس اللي كان low سواس ماسل اندكس versus الهاي سواس ماسل اندكس. الاوفرول كومبليكيشنز في اللو كانت اعلى، النمونيا كانت اعلى، الاناستوميك ليك كان اعلى، الاكسبكتوريشن ديس اوردر كانت اعلى، الاريثميس كانت اعلى. And they concluded that cross-sectional measurements of sarcopenia before and after new adjuvant chemotherapy could predict tumor response with new adjuvant chemotherapy-related adverse events and post-operative complications in multidisciplinary treatments for esophageal cancer. The studies كلها محطوطة اللينك بتاعتها، تقدروا حضراتكم تقروها، يعني هي ممتعة جدا وبتهايلايت يعني نقط في البراكتس بتاعتنا احنا نقدر نكوندكت عليها ستاديز ونشوف ازاي ممكن نوصل لاوتكمز احسن مع البيشنتس بتوعنا. فلطيفه جدا يعني. طيب احنا سو فار اتكلمنا عن المشكله، واعتقد احنا اقتنعنا ان وجود التيومر والانفلاماتوري ريسبونس والديكلاين في السكيليتال ماسل ماس ليه امباكت حقيقي، مش امباكت بس على السكندري اوبجكتيف بتاعي ان العيان يبقى وزنه كويس وياكل كويس اند سو اون، لا ليه امباكت على البرايمري اوبجكتيف بتاعي، على الكواليتي اوف لايف، على الاوفرول سرفايفل، على الايفنت فري سرفايفل، على التوليرنس للتوكسيسيتي بتاعت التريتمنت بتاعته. بعد ما عرفنا كل ده هنعمل ايه؟ ان ريال براكتس عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشوف هم مين العيانين المالنور. How would I know that my patient is malnourished؟ How would I know the severity بتاعت المالنورشد بتاعته؟ خلينا نبص على most recent guidelines اللي بتتكلم عن diagnosis of malnourishment، the GLIM criteria اللي اتنشرت سنة 2018، Global Leadership Initiative of Malnourishment. نشوف الـ consensus report بتاعتهم كانت بتقول ايه. هي ببساطة مبنية على خطوتين، حاجتين: أول حاجة risk screening، والحاجة التانية is the diagnosis and the grading بتاعت the severity of malnourishment. Risk screening هو ما حكمنيش، قال لي you can use any validated screening tool، الماست نيوتريشن ريسك اسسمنت 2002 whatever، any universal screening tool انت عايزاه. وبعدين ابتدى يقول عشان نعمل assessment حط لي خمسة criteria، three phenotypic criteria and two etiological criteria. ايه هما phenotypic criteria؟ non-volational weight loss، low body mass index and reduced muscle mass. طب ايه etiological criteria؟ either reduced food intake or absorption or a decrease of the an increase in the disease burden or wood inflammatory condition. يبقى انا ببص على العيان، عملت الاول
risk assessment، عرفت ان العيان is at risk for malnourishment using any universal validated screening tool. والخطوة الثانية كانت اني اعمل الassessment through the phenotypic criteria والetiological criteria. It's enough ان العيان يكون عنده واحدة من phenotypic criteria وواحدة من etiological criteria علشان اقول ان العيان ده is malnourished. وهنبص بعد شوية على جدول هيقول لي الgrading اللي هو مقسمها either into moderate or severe. بس الetiological criteria نقولها هي ايه؟ هي شبه اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص. It's either chronic disease with inflammation, chronic disease with minimal or no perceived inflammation, acute disease or injury with severe inflammation او starvation. الفينوتيبك زي ما قلنا هما يا اما الويت لوس يا اما اللو بادي ماس اندكس يا اما ريديوس ماسل ماس. وريديوس ماسل ماس ليها كذا طريقة ممكن تتقاس بيها، وكل واحدة منها هو مديني الريفرنس اللي هيقول لي whether ده moderate ولا severe malnourishment. فلو بصينا هنلاقي ان عشان اقول ان العيان عنده weight loss حصل له 5-10% decline في الويت بتاعه في الست شهور اللي فاتوا، او 10-20% في فترة أكتر من 6 شهور، ده المودريت. أمال السيفير؟ السيفير اللي حصل أكتر من 10% في 6 شهور اللي فاتوا أو أكتر من 20% في فترة أطول من 6 شهور. بالنسبة للبادي ماس إندكس هو قسمها بالعمر، العيانين اللي أقل من 70 سنة لو البادي ماس إندكس بتاعه أقل من 20 فهو مودريت للمالنورش، لو العيان 70 أو أكتر البادي ماس إندكس بتاعه أقل من 22 يبقى هو مودريت للمالنورش. ولو العيان اقل من 70 سنه اقل من 18.5 بادي ماس اندكس تبقى سيفير لي، ولو هو اكتر من 70 سنه والبادي ماس اندكس اقل من 20 يبقى هو سيفير. وزي ما قلنا الجداول بتاعه الريدوس ماسل ماس ليها برده كذا طريقه ممكن تتقاس بيها، وكل واحده منهم مديني الكاتو فرينج اللي بيقول لي هو سيفير لي ولا مودريت. الحين انا دايما بحب انفسايز قوي على السلايد دي It's the parallel pathway. يعني إيه parallel pathway؟ يعني malnourishment goes hand in hand مع the oncological treatment بتاعة العيان. The oncological pathway goes hand in hand مع the metabolic nutritional pathway. Using the parallel pathway approach, oncology and clinical nutrition with a strong synergism can now offer cancer patients more chances to win their battle against cancer. Favoring maintenance a good quality of life both during the period of active treatment and the advanced stages of the disease. أنا لازم أبتدي مع بداية التشخيص وأمشي hand in hand مع كل محطة من المحطات بتاعة التريتمنت أو المانجمنت بتاعة الكانسر بيشنت. فلو بصينا على الأونكولوجيكال باثواي ببتدي بإن أنا ببقى عندي diagnosis، ببتدي أعرف type of cancer، staging بتاعته، أحط therapeutic plan، أبتدي first line therapy، أعمل follow up للعيان، أعمل re-evaluations، if I failed I will shift to a second line therapy. نفس الحكاية بتحصل في الكانسر، أعمل sorry في nutritional intervention أو nutritional pathway، بعمل nutrition screening and assessment، واتكلمنا عنه من شوية. Then I set up my plan ودي الحتة الطويلة اللي بقعد فيها وقت طويل وببتدي أعمل different interventions أعمل لهم monitoring وأعمل لهم follow up and periodic re-evaluation. في الحتة بتاعت النيوتريشن بلان احنا قلنا بنبتدي بالscreening for weight loss, anorexia, sarcopenia, inadequate food intake, body mass index, cachexia or systemic inflammation. And then I assess the malnourishment. ابتدي افكر هدي العيان nutrition شكلها ايه؟ البروتين اللي هديه شكله ايه؟ يا ترى الماس فانكشن بتاعت العيان شكلها ايه؟ الجي اي تي تراك از accessible هدي اورال ولا هدي انترال ولا هدي بارنترال؟ I should look, remember احنا قلنا it's a multimodal approach or it's an integrated pathway. يا ترى السايكولوجيكال والسوشيال والبين والسيمتوم مانجمنت بتاعه العيان شكلها ايه؟ فاي ثينك دلوقتي كلنا بقى واضح بالنسبه لنا فكره اتس ان اوركستريتد باث واي جت منين. هي في كل اسبيكتس whenever we are dealing with malnourishment and cancer it is an orchestrated pathway. خلينا نراب اب اللي فات ونقول اول ريكومنديشنز لينا يا ترى ايه التيك هوم مسج اللي ممكن نقولها. سكرين ايتش بيشنت نيوتريشنال ستاتس ايرلي وذ دايجنوزس، ايدنتيفاي اول بوسيبل ساينز اند سيمبتومز اوف انوركسيا كاشيكسيا ساركوبينيا از ايرلي از بوسيبل. وعشان كده احنا قلنا ان المانجمنت بتاعت الكاشيكسيا بتكون ديبندنت على الفينوتايب اند ات از مالتي مودال.
وemphasize on the measurement of the muscle mass، لأن إحنا اقتنعنا وشفنا بالدليل وبالترايلز اللي اتعملت إن هي ليها impact قوي جداً على العيان. Look for inflammation and assess specific biomarkers، for example C-reactive protein أو الألبومين. الgolden way to assess أو نحن نعرف الenergy requirements is the indirect calorie meter، however لو مش موجودة بنلجأ لحاجات تانية. Use nutrition and metabolic support as a vital part of cancer care. It's the parallel pathway، هو رفيق في النجاح وإن أنا أوصل للclinical outcome بتاعتي. Some new strategies show promise of reducing inflammation and restoring lean body mass. Always assess the physical function and encourage the physical rehabilitation and exercise. I hope إن الدنيا تكون ماشية كويسة so far يعني. طيب نكمل بقى احنا هنتعامل مع العيان بتاعنا ازاي، وخلونا نقول اخر guidelines نزلت بتاعت الاسبن بتاعت 2016 اللي بتتكلم عن nutrition in the cancer patients. الحقيقة مش هقدر نبو ثروت كلها، it's very detailed وبتكفر aspects كتيرة جدا، يمكن هنفوكس على الحاجات الجنرال broad والمهمة جدا. level of evidence بتاعتها، the highest level of evidence اتخذت للrandomized clinical trial، the lower كانت observational studies، the very low expert opinion. The strength of recommendation بتبقى strong لما يكون desirable effects clearly outweighs the harms. Will weak strength of recommendation when trades off are answered. Generally, the guidelines تتكلم عن the effect of the tumor and its treatment in reducing the energy intake, the inflammation اللي بيحصل والfatigue اللي بيبقى associated with low physical activity. الاسبن guidelines في الكانسر patient بتأدرس كل عيان الشخص بكانسر، سواء كان لسه مستني يبتدي علاج أو كان on active treatment أو كان عيان palliated أو كان survivor of cancer. الثلاث محاور اللي بتتكلم عنهم هي nutritional support، هي physical rehabilitation and the utilization of pharmaconutrients or anti-inflammatory nutrients. أول حاجة، أول recommendation أو أول حاجة اتكلمت عنها هو السكرينينج، وإحنا لسه قايلين إن السكرينينج لازم يحصل early with diagnosis، والحقيقة ممكن نستخدم برضو any validated tool، NRS 2002، الماس، MST، MNA، any tool of these is okay. والهدف من السكرينينج ده is increase the awareness، لازم أعرف إن عندي مشكلة، أعرف إن that my patient is at risk. We need to identify the patient early وابتدي address the malnourishment early وprovide the adequate treatment أو the adequate nutritional plan for my patient. الخطوة اللي بعد كده أو الفاكتور الثاني هو assessment، وبرضه بيقول لي ممكن نستخدم subjective global assessment أو patient generated subjective global assessment أو MNA. أي واحد منهم، والهدف الحقيقة من الأسسمنت إن هو يكون very much specific، إن هو يساعدني في الانترفنشن هعملها، هو اللي هيجايد مي يا ترى النيوتريشن بلان دي هعمل لها adaptation وهعمل لها implementation إزاي. فبدل ما كنا في السكريننج سيمبلي بنبص على حاجات زي الديكريز في البادي ويت، البادي ماس اندكس شكله ايه، لا احنا هنا بنبتدي ندور على الانفلاميشن، بنبتدي ندور على اي فاكتور من الكونتريبيوتنج فاكتورز اللي ممكن تخلي الاورال انتيك بتاعت العيان مش كويس، بنبتدي نبص على الفيزيكال اكتيفيتي، بنبتدي نبص على الجي اي تي ستيتس بتاعت العيان، بنبتدي نبص على السيستميك انفلاميشن شكله ايه. وده التمبلت بتاعت البيشنت جنريتد سبجكتيف جلوبال اسس مكتوب فيها كل الفاكتورز دي، وفي الاخر بندي سكور للبيشنت اللي بيساعدني بعد كده اعرف همشي معاه ازاي. تاني to correlate the percentage of weight loss والbody mass index مع survival. هم عملوا grading scheme كده للweight loss on the basis of risk of mortality in patients with advanced stage cancer، فقالوا ادوا سكور من 0 ل 4. الناس اللي عندها very low body mass index و very high weight loss هم اللي خدوا أكبر رقم، هم اللي خدوا رقم 4، والعكس الناس اللي كان عندهم high body mass index و very low weight loss خدوا 0. ولقوا إن 0 دول هم اللي عندهم better survival rate، و 4 دول هم اللي عندهم low survival rate. هناخد سؤال كمان نشوف كده إحنا معلوماتنا واصلة لحد فين.
الـ daily energy requirements of cancer patient is best calculated as، أو خلينا بدل ما نقول كلمة best is usually calculated as. أول option إن ندي العيان 35 كيلو كال per kg per day وديله 2 جرام per kg protein، ولا إني أدي العيان 20 كيلو كال per kg per day وديله 2 جرام per kg protein، ولا إني أدي العيان 30 كيلو كال per kg وديله 1.5 جرام per kg protein. خلينا نقول إن دايماً بيبقى في range ودايماً البيشنت هو اللي بيحكمني هديله إيه، بس خلينا نقول إن الجنرال أو البست هي إيه. فكر مع بعض كده. قول أخباره إيه؟ إيه لسه يا دكتور، الناس بتجاوب. في أي أسئلة جات لنا ولا ما حدش بيسأل حاجة خالص؟ في لأ في أسئلة، وإحنا إن شاء الله في آخر المحاضرة هنقولها لحضرتك، وحضرتك مشكورة يعني تجاوبي على الناس. في عندي كذا سؤال وفي آخر السيشن إن شاء الله نجاوبهم. إن شاء الله. ولو أي إن شاء حد الله. يا جماعة محتاج أي سؤال أو أي استفسار، في أيكون كويتشنز تحت ممكن يدوس عليها ويكتب كويتشن اللي هو عايزه، ودكتورة هبة إن شاء الله هتجاوب عليها في الآخر. هي ظهرت دلوقتي 40% قالوا 35 كيلو كالوري بير كي جي، و25% قالوا 20 كيلو كالوري بير كي جي، و35% قالوا 30 كيلو كالوري بير كي جي. يعني الأغلب قال 35. طيب اوكي، والاقل قال 30 صح؟ اه طيب اوكي، لقد وقعنا في الفخ. تن تن، خلينا نفكر فيها مع بعض. احنا قلنا ان مفيش حاجه من دول ممكن اقول ان هي completely wrong. However number one اللي انتوا قلتوا عليها اغلبكم ان هي دي right answer، هي الحقيقه اكتر واحده ممكن تكون غلط، لان ممكن ادي العيان 2 جرام بير كي جي بروتين بير داي، ولكن 35 كيلو كالوري بير كي جي اتس تو ماتش، وممكن اقع في التراب بتاع الاوفر فيدنج. ليه؟ لان لو تفتكروا احنا من شويه قلنا the issue is an imbalance between the energy expenditure and the energy intake، صح؟ ولما اتكلمنا عن the energy expenditure يمكن أنا كنت خبيثة شوية وقلت إن بيحصل increase في the resting energy expenditure عشان خاطر the inflammatory response الموجود، لكن حقيقة ما قلتش إن the total energy expenditure ممكن يكون زي بتاع النون كانسر بيشنت بالظبط. ليه؟ لان احنا قلنا التوتال عباره عن ايه؟ عباره عن الريستنج مع الثيرميك ايفكت اوف فود مع الفيزيكال اكتيفيتي. طب ليتس ادريس الفيزيكال اكتيفيتي اوف كانسر بيشنتس. هنلاقيها موست اوف ذا تايم هم مش هايلي اكتيف، فموست اوف ذا ستاديز لقت انه يعني despite in most types of cancers the resting energy expenditure بتزيد، however the total energy expenditure بتاعت العينين دي بتبقى تقريبا زيها زي النورمال individual. فال 35 دي ممكن تتوقعني في الفخ بتاع الاوفر فيدنج وكل الاسوشيتد بقى كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل منها، بدايه بالهايبرجلايسيميا انتهاء بالهيباتيك كومبليكيشنز اللي ممكن ادخل العيان فيها، اللي منها حاجات ممكن تكون فيتال. I wouldn't go for the 35 kilocalorie regardless of the stress level بتاعت العيان بتاعي. الايديال بالنسبه لي هي 30 kilocal per kg و1.5 جرام per kg بروتين، لان ال 20 برضو ممكن تكون قليله شويه في العيانين دول. وطبعا انا بتكلم مش بتكلم day one، انا بتكلم وانا بحط البلان ايه التارجت بتاعي، انا عايزه اوصل لايه مع العيان بتاعي. I would choose answer number 3, 30 kilocal per kg و1.5 جرام per kg protein. وخلينا نبص الجايد لاينز بتقول لنا ايه. الانرجي ريكويرمنتس بيقولوا من 25 الى 30 كيلو كالوري بير كي جي، وزي ما اتكلمنا وشرحنا دلوقتي الريسكس والباد اوتكمز بتاعت الاوفر فيدنج ممكن تكون اوحش من الحاجات الكويسه اللي ممكن احصل عليها لو اديت كالوريز كتير. تمام. طب what about البروتين؟ هم اتكلموا في البروتين مش هقل ابدا عن ال 1 جرام،
و if possible حدي 1.5 و I may go up to 2 جرام per kg per day. however لو بصينا على كل recent guidelines اللي طلع في السنين الأخيرة هي كلها مش مع ال high energy intake particularly when we address parenteral nutrition. هتلاقينا دايما بنقل شوية بال energy levels, بنقل شوية بال protein requirements, بنقل شوية بال fat intake بتاعت العيان. ليه؟ لأن زي ما قلنا الـ primary outcomes بتاعتنا حاجات ليها علاقة بالـ overall survival, بالـ quality of life, بالـ decreased morbidity, مش simply إن العيان وزنه يتحسن. تمام؟ فلو كان الـ increased energy intake, لو كان الـ increased protein intake, لو كان الـ increased lipid intake ما حققليش الـ primary outcomes دي. ليه أعرض العيانين بتوعي للـ risk of overfeeding؟ فبنقول generally هي من 1 لـ 1.5 I can go up to 2 gram per kg per day. لو خدت معايا factors such as the physical inactivity, العينين الكبار وال increased stress level. برضو ال guidelines يعني كلمت في عجالة عن نوع البروتين. يا ترى العينين دول محتاجين specific proteins, يا ترى نديهم branch chain amino acids, نديهم essential amino acids, يا ترى محتاجين حاجات معينة. فالحقيقة قالوا إن ما فيش حاجة ترتقي إلى إن إحنا نقول في recommendation إن إحنا عايزين ندي حاجة معينة particularly for patients who are not on long-term artificial nutrition unless إن العيان ده من specific patient population أو disease population اللي ممكن تحتاج مثلاً زي في hepatic encephalopathy ممكن ياخدوا branching amino acids and so on. طيب type of energy substrates. يا ترى هندي fats أكتر ولا هندي carbohydrates أكتر؟ إحنا اتكلمنا في الأول إن في inflammatory response واتكلمنا إن وجود tumor والinflammatory response الموجود معاها بيأثر على كذا organ. ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها لي إن هما بيعمل لي some source of insulin resistance, فبالتالي ساعات ببقى مش قادر أدي كمية الكربوهيدرات اللي ممكن أدي. فما عنديش مشكلة خالص إن أنا أدي higher fat intake. فإحنا في العادي بندي العادي بتاعنا اللي إحنا بنقول ممكن ندي up to 60% من الكربوهيدرات من total calories, ممكن أدي من 25-30% من total calories as fats. ولكن في studies لقيت إن ممكن you can go up to 60 or even more من الـ total calories as fats, من resting energy expenditure as fat. فما فيش مشكلة إن إحنا نعلى بالـ fat intake خصوصاً لو كان العيان ده عنده respiratory compromise أو كنت خايف من increased carbon dioxide production. طبعاً برضو الـ high fat intake ليها ميزة لأن الـ increased glucose levels بتعمل لي some sort of water and sodium retention, وخصوصاً إن some types of cancer may be associated with the increased levels of antidiuretic hormone والassociation وما ينتج عن هذا من water retention. ف sometimes الـ fats بتقلل الـ effect ده, increased percentage من fat ممكن تقلل الـ effect ده شوية. ناخد سؤال تاني شوف احنا الدنيا ماشيه معانا فين. احنا كده سؤالين ليك وسؤال ليا, اتنين جاوبتهم صح واحد ضحكت عليكم فيه. خلينا نشوف ده اللي هيفصل بيننا المعركه. All cancer patients should receive. All cancer patients, يبقى كانها قاعده عامه ولا غنى عنها. Immuno nutrition, glutamine supplementation, recommended dietary allowances of vitamins and trace elements. نشوف بقى وقعنا في الفخ ولا ما وقعناش في الفخ. شوف مين مصحصح معايا كده من الأول. إيه الأخبار؟ مستنيين يا دكتور بس الناس بياخد دقيقتين بس. شكلي هضحك عليهم برضه المرة دي ولا إيه؟ منتظرين. أوكي. طيب هي ظهرت قدامي 28% قالوا immune nutrition و 21% قالوا glutamine supplementation و 51% قالوا recommended dietary allowance of vitamins and trace elements. يعني أعلى percentage لنمبر 3 ال RDA of vitamins and trace elements. اوكي بالضبط. طب ايه كده انتوا زعلتوني, ما انتوا جاوبتوا صح كده, يبقى ثلاثة ليكوا واحد لا. طب الناس مركزة, this is really great. خلينا نبص
كويس. لا الناس شاطرة كويس. يعني I'm very happy. طيب خلونا نشوف بقية الـ guidelines كده بتقول لنا إيه. بت highlight الـ vitamins and trace elements، ويمكن الحتة دي تخدمنا شوية اليومين دول وإحنا بنتكلم عن الـ COVID-19 وكل الناس بتتكلم إن إحنا ما لقيناش علاج ومفيش فاكسين، فالحل الوحيد نحمي نفسنا وإزاي نخلي جهاز المناعة بتاع جسمنا شغال and so on. When we address cancer patients, a recommendation بتقول a very strong recommendation بتقول we recommend that vitamins and minerals be supplied in amounts approximately equal to the RDAs and discourage the use of high dose micronutrients in the absence of specific deficiencies. يعني في studies كتيرة مثلا اتعملت على الفيتامين دي، الناس اللي الفيتامين دي بتاعهم قليل ندي supplementation ولا ما نديش supplementation. Again دايما عايزين نفكر هو الـ outcome ايه؟ يعني لو هدي حاجة هي هتساعدني in what outcome وهيبقى reflected ازاي على clinical outcome بتاعة العيان. So far according to the ISTIN they do not recommend the use of high dose micronutrients in the absence of specific deficiencies. يمكن لما كنا بنتكلم على critical illness شفنا ان الناس الفيتامين دي بتاعها قليل كانوا بيقولوا ان احنا ندي high dose once بعد اسبوع من admission في ICU and so on. هنا قال لي لو في deficiency هتدي، لو مفيش deficiency مش هتدي. برضو كان بيتكلم عن الفيتامين اي، عن الفيتامين سي، السيلينيوم والزنك ودورهم في الاميونيتي. again لو مفيش deficiency we do not encourage or do not recommend ان ناتي. however لازم اخلي بالي كويس جدا ان العيان بياخد ال RDAs بتاعته من الفيتامينز والتريس اليمنتس. نخلي بالنا العيانين اللي بياخدوا اورال دايت يا ترى الدايت بتاعهم ده بالانس وهيقدر يحقق لهم ال RDAs ولا لا، وهل احنا محتاجين ندي معاها سبلمنتس او مالتي فيتامينز عشان يبقى بياخد ال RDAs بتاعتها. most of the enteral formulas او الاورال نيوتريشن سبلمنت هنلاقي ان هي فيها ال RDAs من الفيتامينز والتريس اليمنتس بتاعتنا. لو العيان is on parenteral nutrition absolutely total parenteral nutrition يبقى لازم ادي الاي في فيتامينز والاي في تريس اليمنتس برودكتس مع البارنترال نيوتريشن بتاعته. يبقى سواء العيان هياخد artificial nutrition او مش هياخد I have to make sure ان الار دي ايز بتاعت الفيتامينز والتريس اليمنتس هو واخدها. هدي specific nutrients in specific micronutrients يعني in high doses لو في عندي evidence of micronutrient deficiency أو إن ال clinical condition بتاعت العيان دي بتpredict إنه ممكن يبقى liable deficiency من حاجة من حاجات من ال micronutrients. طبعا الهدف بتاعنا إن احنا نوصل ل nutritional plan تدي 100% بتاعت النيتس العين بتاعي. فالإسبن recommend nutritional intervention to increase oral intake in cancer patients who are able to eat but are malnourished or at risk of malnourishment. دي بقى أهم يعني القاعدة الكبيرة بتاعت البيراميد بتاعي هي oral intake، إن العيان بتاعي ياكل أكل عادي بتاعنا بس الأكل ده يكون healthy وبيحقق له البروتين requirements بتاعته وبيحقق له النيتس المايكرونيوترينتس بتاعته. ودوري انا في النيوتريشن سبورت ان انا انكرج كل السيمتوم مانجمنت كل السبلمنتيشن اللي ممكن اعمله تو جارانتي ان ات ذا اند اوف ذا داي بياخد 100% من النيدز من الماكرو والمايكرو نيوترينتس بتاعتي ثرو اورال ايتيك. This include dietary advice, the treatment of symptoms and rearrangements impairing food intake, the nutrition اللي ليها nutrition impact symptoms يعني الميكوزايتس, الديسفاجيا, الزيروستوميا, أي حاجة GIT symptom, psychological stress and pain and so on. And offering oral nutritional supplement. يبقى أكتر حاجة بنفوكس عليها إحنا عايزين الـ physiological way of eating. العيان ياخد oral ونقدر نسبلمنت معاه بأورال نيوتريشنال سبلمنت. الإسبن does not recommend to use dietary provisions that restrict energy intake in patients with or at risk of malnourishment. فهم مش مع إن احنا نتبع أنواع معينة من الدايتس اللي هتحجمنا، يعني زي مثلا كيتوجينيك دايت، زي الأتكنز دايت، زي لو كربوهيدرات دايت. They are not in favor مع الحاجات اللي زي كده، زي الفايت دايت، حاجات اللي بتطلع موضة تاكل ده ما تاكلش ده نصوم. احنا عايزين ياخد بالانس دايت، عايزين ياخد عادي، عايزين ياخد whenever العيان حاسس إن هو he wants to eat can eat. If a decision has been made to feed a patient, we recommend enteral nutrition only if oral nutrition remains inadequate despite ان انا اديته oral nutritional supplement. يعني لو الاكل
بلس الاورال نيوتريشن سبلمنت مش قادر يوصلني ال 100% بتاعت النيدز بتاعت العيان، وستيل الجي اي تي تراكت از اكسسبل فيزبل ان انا ادخلها ستيل از فانكشنال، اي بريفير الانترال او يوزنج الجي اي تي. لو العيان دخل في حاجه من الكونترا انديكيشنز اللي تمنع ان العيان ياخد انترال فيدنج، يبقى ما فيش قدامي غير ان انا اعمل parenteral nutrition او sometimes ندي enteral parenteral او parenteral supplementation مع enteral لو كان العيان مش tolerating ال enteral feeding، ولكن still ممكن ادي حاجة في الجي اي تي، لكن نتيجة ان هو مش tolerating فمش قادر ادي ال total needs بتاعت ال patient بتاعي. فagain it's oral، لو ما نفعش ال oral بدي enteral، لو ما نفعش ال enteral بدي enteral parenteral او enteral مع supplemental، لو ما نفعش خالص بدي ال parenteral feeding. هذا الباثوي اللي بمشي فيه، بعمل assessment واشوف العيان بتاعي is indicated ولا لا، بعمل nutrition impacting symptoms اعمل لها supportive care بتاعها الكويس، لو الoral intake is possible appetite is normal بدي diet معقول nutrition supplement، لو الappetite is not normal بconsider ان انا ادي oxygenic agent وحنتكلم عنهم بعد شوية ان شاء الله، لكن لو الoral intake is not possible بشوف بقى بتعامل مع العيان واشوف ايه اللي مخلي الاورال انتيك از نوت بوسيبل، اند ذن اي اسس الجي اي تي فانكشناليتي واشوف هينفع ادي بارنتال ولا اي ويل شيفت تو انترال. بريفيدنج سندروم من الحاجات المهمه جدا واللي لازم نقف عندها وقفه شديده. ايه هو ريفيدنج سندروم؟ هو دي ارينجمنتس بتحصل في الفلويدز، بتحصل في الكترولايتس، نتيجة إن العيان بياخد intake بعد فترة طويلة من deprivation، يعني دخلت له أكل وهو deprived بقى فترة طويلة جدا، فبيبتدي يحصل fluid electrolyte shifts. من أهم الإلكترولايتس اللي بتدي يحصل فيها الشيفتس هي الفوسفرس والبوتاسيوم. فوسفرس يعني ATP، يعني إخلال بالطاقة لكل الأورجنز اللي في الجسم. بوتاسيوم يعني الصوديوم، بوتاسيوم ATPase pump يعني النيرف impulse conduction، يعني تأثير على الأريثميس بتاعة القلب. فأنا بعرض للعيان وبخليه compromised cardiac respiratory arrest أو even death. كل عيان طبعا هتموت، ولكن it's one of الحاجات اللي لازم تبقى عيني كويسة عليها جدا، هي من الحاجات that I need to prevent إنها تحصل. أprevent إزاي؟ بإن أنا بعرف العيانين أولا هي ممكن تحصل حتى مع العيان لو هو بياخد even glucose بس according هو أساساً مالنارج قد إيه وبقاله فترة ما بياخدش oral intake قد إيه and so on. ويمكن الأسبن الأمريكان سوسايتي نزلت paper جديدة كانت نازلة من كام سنة يعني عن refeeding syndrome، تكلم فيها عن details how to identify it, how to prevent it and how to manage it whether في adult أو pediatric population. برضو I encourage you to read it, it's very useful يعني. فمهم إن قبل ما ابتدي العيان whether enteral or parenteral، بعد ما اعمل سكريننج وبعمل اسسمنت، سوري بعد السكريننج والاسسمنت، ومن فايده ان انا اعرف الديجري اوف مالنورشمنت في الاسسمنت هي سيفير ولا مودريت، لما اجي ابتدي انشيت لو كان سيفير لي مالنورش دايما الجوردن رول اللي هي ايه، ستارت لو اند جو سلو، ببتدي لو في الانرجي نيدز او في الريكويرمنتس بتاعت العيان وبانكريز فيري سلو، انا مش مستعجل على حاجه لان الريفيدنج از فيتال. فدايما ببص على الالكترولايتس بتاعت العيان بارتيكولار الفوسفورس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، if they are low I must correct first قبل ما ابتدي parenteral nutrition. لو كانوا severely low ممكن استنى يوم او يومين لحد ما يحصل لهم correction، يعني بقدر ما كان العيان مالنارج وبقدر ما كانت الالكترولايتس بتاعته دي قليله هو ده هيحكمني ابتدي قليل ولا استنى يوم كمان. أبص على الثيمين بتاعت العيان and the aspirin with advice إن إحنا ندي ثيمين supplementations 100-200 ميليغرام per day ونكمل لمدة 5 أيام علشان هو ليه دور مهم في الجلوكوز ميتابوليزم. They encourage that you may even start by 5-10 كيلو كالوري per kg per day very low وincrease by 33% على مدار يوم أو يومين لحد ما توصل للتارجت جول بتاعه. فعيني دايماً على الفوسفرس، عيني دايماً على البوتاسيوم، عيني دايماً على المغنيزيوم، أشوف السيفيريتي بتاعت المالنورشمنت، أشوف العيان بتاعي قاعد بقاله قد إيه ما بيأكلش، الأورال انتيك بتاعه شكله إيه أو الفود انتيك بتاعته شكله إيه. ريفيدنج سندروم الحاجات المهمة جداً جداً جداً. الاكسرسايز بنتكلم دايما في كل الاستادز اللي قلناها على السكيلتال ماسل ماس
والسكيلتال ماسل اندكس والامباكت بتاع ده على كذا فاكتور والبروجنوستيك فاليو بتاعتهم شكلها ايه. فوي شود امفسايز على الفيزيكال اكتيفيتي بتاعه العيان. السكشن بعد كده في الجايد لاينز بيتكلم عن الفارماكو نيوترينتس والفارماكولوجيكال ايجنتس. يمكن الفارماكولوجيكال ايجنتس هي الادويه اللي بستخدمها علشان امانج النيوتريشنال امباكت سيمتومز، الحاجات اللي ممكن تخلي العيان عنده فقدان الشهيه، مش بيقبل على اخذ الاكل او. بينما الفارماكو نيوترينتس ذيز ار نيوترينتس الهدف منها اني احسن الاميون ستيت بتاعت العيان، احسن الميتابوليك باث واي بتاعته، واوصل بيها البيتر كلينيكال اوتكمز. انا مش جايبه الحقيقه الكلام اللي موجود في الجايد لاينز، يو مي جو باك اند ريد ات. الخلاصه اللي عايز اقولها ان في الحاجات دي كل حاجه ليها البروز اند كونز بتاعتها، بارتيكولرلي لما بنتكلم على حاجات الابيتايت ستيمولنتس. يعني ما فيش حاجه بيقولوا الانجليز ايه، there is no such thing as a free dinner، ما فيش حاجه بتيجي من غير تمن. فانا لازم اشوف واقرا وافهم كويس جدا الايفيدنس اللي مع كل حاجه من دول استخدامها ليه. هل هي بس بتحسن الابيتايت، هل هي بتزود الويت، هل هي بتحسن اللين بودي ماس، هل هي بتحسن سكيلتال ماسل بيرفورمانس بتاعت العيان، هي الاوتكم ايه، واقيم ده بالدروباكس او الكونز بتاعتها او المساوي او الادفيرس ايفنتس او التوكسيسيتيز اللي ممكن العيان يتعرض لها. عايزه بس نبص شويه على الكالين اللي هو جاستريك بيبتايد هرمون. ده من الحاجات اللي موجوده في جسمنا وبتحفز الشهيه، بتخليني عايز اكل كتير. وفي الحقيقه دواء طلع هو FDA approved اسمه الامولين. لقوا ان الاوتكم بتاعتهم they improve lean body mass, they improve total body mass, the hand grip والcardiac function بتاعه العين. فهي من الحاجات ال very promising وهنتكلم عنها شويه. كل دي agents مكتوب كل واحد منهم هو ايه والphysiological benefit بتاعته ايه والpossible mechanism بتاعته هي ايه. برضو الاوميجا 3 لقوا ان هي بتحسن الابيتايت، بتعمل improving في الويت، بتحسن الquality of life، لان هي when given in the right dose the eicosapentaenoic acid with the deoxyhexaenoic acid or omega 3 fatty acids they act as anti-inflammatory. عكس الاوميجا 3 اللي بيشتغلوا برو انفلاماتوري، فهم they are assumed to decrease or attenuate the inflammatory response اللي بيحصل مع وجود التيوب. كل حاجه من الحاجات زي ما قلنا ليها روزن باكس، وكان ده برضه بيتكلموا لما كانوا بيتكلموا في بيبر او ريفيو كان مكتوب عن كانسر كاتشيكسي بياند ويت لوس. لو بصينا على الباث واي ليه بيحصل كانسر كاتشيكسي كاتب لي في كل واحد من دول من الاسباب المختلفه، واللي في البوكسز الاورنج دي البوسيبل ايجنتس اللي هتشتغل على الكوزاتيف فاكتور اللي بيؤدي لحدوث المالنورشمنت او الكانسر كاتشيكسي في العين. زي ما قلنا الانيمولين كانين ريسبتور اجنست، it's a humanized monoclonal antibody. اتعمل عليه two phase 3 clinical trials واستخدموه جربوه على unresectable stage 3 to 4 non-small cell lung carcinoma في العيانين اللي كان عندهم weight loss أكتر من 5% in the past 6 months وكان عندهم prognosis greater than or equal 4 months. هو حقيقي دلوقتي بقى FDA approved. وفي other agents بقى منهم حاجات في pipelines، منهم حاجات ongoing عليها trials، فthere is a hope. وعشان كده كنا بنقول في الحتة بتاعت الكاتشيكسيا it's multimodal. ولما اتكلمنا في take home message اللي فاتت كنا بنقول look for inflammatory response, look for inflammatory mediators, screen and دور الكوز بتاعت الweight loss بتاعتك ايه. ده اللي هم شغالين عليه في clinical trials. They want to know more about الكاتشيكسيا، الميكانيزمات اللي وراها اخبارها ايه، علشان نبقى somehow offering precision medicine او precision management للكاتشيكسيا. الأوميجا 3 are used to improve appetite and body weight in patients with advanced cancer undergoing chemotherapy and at risk of weight loss or malnourishment. الإسبين suggest use supplementation of omega 3 fatty acids or fish oil to stabilize or improve appetite, food intake, lean body mass and body weight.
وذا العيان كان بياكل regular diet فممكن نديله نقول له ياخد الأوميجا 3 من 1 to 2 جرام per day، أو نبص لو بندي enteral formula إيه enteral formulas اللي فيها أوميجا 3، أو لو هندي parenteral الفورم بتاع intravenous liquid emulsion الموجود عندنا دلوقتي في مصر فيها الريشيو المظبوطة من الأوميجا 3. فأيا كانت الطريقة اللي بنعمل بيها feeding we have to look for الأوميجا 3 content according to the recommendations. شابتر 3 بقى بيتكلم ان ديتيلز تانية، يعني النهارده مش هيبقى عندنا وقت نتكلم عندها، ميبي في يوم تاني او ممكن حضراتكم تقروها في الجايد لاينز. بيفوكس بقى على السيرجري والراديو ثيرابي والبالييشن والهيماتوكوتيك ستام سيل ترانسبلانت والكانسر سيرفايفلز. عايزه بس نبص على الحته بتاعه السيرجري، ودي مهمه جدا، ومن التشالنجز اللي بتقابلنا دلوقتي اللي من حضراتكم زينا كده بيشتغل مع العيانين اللي داخلين يعملوا جراحات اورام، الإيراس أو Enhanced Recovery After Therapy for all cancer patients undergoing either curative or palliative surgery will command management within an Enhanced Recovery After Surgery program. Within this program, every patient should be screened for malnourishment and if deemed at risk, given additional nutritional support. هي ببساطة الإيراس بتقول إيه؟ الإيراس is against the law أصوم العيان وأحرمه من الأكل قبل العملية وبعد العملية. ليه؟ لأن إحنا لقينا أن العيانين لو سمحنا لهم بفترات صيام قبل الجراحة أقل، وعملنا introduction للإنتاك الأورال في خلال اليوم الأول بعد العملية، ده بيحسن الإنسولين ريزيستنس اللي ممكن تحصل عندهم وبيحسن الريكفري بتاعة العيانين. فهي مش بس نيوتريشن، هي الإيراس إز إنتجريتد، يعني أبروتش بيدخل فيه الأناسيزيا، بيدخل فيه السيديشن، بيدخل فيه الفلويدز اللي بياخدها العيان في الجراحة. والحقيقة الإسبن منزلة ديتيلد جايد لاينز للإيراس في ديفرنت تايبس أوف سيرجريز، برضو يعني أرشح لحضراتكم إن أنتوا تجو ثرو، أو يمكن كتير منكم عارفينها يعني أوريدي. ستيل هاف تشالنج حقيقة في المستشفيات بتاعتنا مع الجراحين، في ناس بتأدابت الكونسبت وبتقتنع بيه بالعكس وبيطلبوا مننا إن إحنا نعمله وجو هاند إن هاند فيه مع بعضينا. بس زي ما قلنا إتس أن إنتجريتد باث واي يشمل الأنيثيزيا، يشمل السيديشن، يشمل الهايدريشن اللي بياخدها العيان في أوضة العمليات، فإتس نوت جاست النيوتريشن. من الحاجات المهمة في الـ ERAS إن هو بيقول قبل العملية بندي 6 hours of fasting من solid food قبل الأنفيزيا و 2 hours of fasting من fluids، وبنسمح بكربوهيدرات load 100 جرام كربوهيدرات اليوم اللي قبل العملية و 50 grams في يوم العملية كربوهيدرات load، وده proven إن هو يقلل الـ insulin resistance اللي ممكن تحصل post surgery. الـ immunonutrition ودورها في الباري اوبراتيف كير ان upper GIT، كان عشان كده كان السؤال بتاعنا اللي قلناه من شويه، ان upper GIT cancer patients undergoing surgical resection in the context of traditional peri operative care we recommend oral or enteral immunonutrients اللي هم الارجينين والاوميجا 3 فاتي اسيدز. فمش كل العيانين هياخدوا immunonutrients according to these guidelines، هو بينصح بيهم في upper GIT cancer patients. الرول اوف جلوتامين يمكن في الاسبوع اللي فات او في المحاضره مش اللي قبل اللي فات اعتقد كان في توك، اعتقد دكتوره ولاء يعني لو هي معانا النهارده احب احييها بصراحه. انا بحب الناس اللي بتجمع ايفيدنس وتقرا ترايلز كتير وتقول لي ده قال ايه وده قال ايه، بصراحه بعد اللي هي قالته يعني مش لاقي حاجه اقولها عن جلوتامين، فلو هي معانا تحياتي. يعني أنا شخصياً استمتعت فعلاً، يعني استمتعت بيها واستمتعت بكل الزملاء طبعاً اللي قالوا، بس كنت سعيدة بالأفيدنس وإن هي عاملة زي ديبيت كده مع نفسها يعني. فالرول بتاع الجلوتامين في الراديشن induced diarrhea there is insufficient consistent clinical data to recommend glutamine to prevent radiation induced enteritis أو diarrhea, stomatitis, esophagitis or skin toxicity. بهنا هنقف عند الجايد لاينز، زي ما قلنا هي فيها كتير الحقيقه، فيري ريتش. اسبن عامله جايد لاينز كويسه، ويمكن هي اتعملت في 2016، فممكن لو دورنا في الليترشر هنلاقي ستاديز وهنلاقي ايفيدنس ممكن تكون مختلفه قليلا عن الكلام اللي اتقال في الاسبن. وير سيل ويتنج فور نيو جايد لاينز تو كام، واكيد هيبقى فيهم اختلاف واكيد هيبقى فيهم ابديتس. اي ثينك كمان بعد الكوفيد وان الكانسر بيشنتس من العيانين الات ريسك برضو اكيد ده هيفرق معانا في حاجه. وبما اننا في عصر وزمن الكوفيد 19 الكورونا فيروس ديزيز بتاع سنه 2019،
أو SARS-CoV-2 فيروس. أكيد كلنا يعني سمعنا كلام كتير، دخلنا سمعنا ويبينارز وقرينا ودخلنا على سايتس وحاولنا نشوف إيه اللي ممكن نقدمه للعيانين بتوعنا. والحقيقة لو في حد من حضراتكم هنا يعني تعامل مع عيان COVID-19 وعمل له nutritional plans، please يعني share with us the experience. I will be personally very much interested أعرف إيه اللي حصل. الأدوايس اللي في الفترة دي والفترة القادمة اللي بنقولها لنفسنا ولازم نقولها، أولاً إحنا عندنا مشكلة كبيرة جداً مع عيانين الكانسر دلوقتي، إن هم الحقيقة psychologically بين شقايا الراحة. يعني الناس دي ممكن السايكلز بتاعتها اتأخرت، ممكن مش مستوعبين فكرة إن يحصل delay في التريتمنت، مش مستوعبين فكرة إن حاجة كانوا بياخدوها IV ياخدوها أقراص، مش مستوعب العيان هو ليه فولو أب فهتقول له لا استنى تعلمنا كمان 3 أو 6 شهور، مش مستوعبين الفكرة دي، فده مخليهم under stress. فدورنا إن إحنا نقرأ في الـ guidelines، ويمكن الإزمو نزلت الكانسر بيشنت مانجمنت ديورينج ذا COVID-19 بانديميك، وكتبت فيها ان ديتيلز فور افري تايب اوف كانسر هيماتولوجيكال او سوليد تيومر، ان ديتيلز هاو تو ريسك كلاسيفاي او ريسك سب ديفايد يور بيشنتس، مين تاجله، مين هتدي له السايكل، مين تعمل معاه. اتس امبورتنت ان احنا نبقى عارفين الكلام ده وان وي ديل وذ اور بيشنتس، نطمنهم ونفهمهم ايه اللي بيحصل بالظبط. الجملة الأكثر يعني شيوعاً stay at home، ده نفس الحكاية برضو for the cancer patients، ابعد عن التجمعات، اقعد في البيت، ولو خرجت لازم تلبس البروتكتيف سيرجيكال ماسك بتاعك. والسوشيال ديستانسينج دي الحاجة اللي احنا بنقولها لنفسنا مش بس عشان نحمي نفسنا، عشان نحمي الريسك بوبوليشن التانية، الاوردرلي، الناس الامينو كومبرمايز، البريجننت ويمن، الكاردييك بيشنت، الدايابيتيك بيشنتس، احنا علينا دور في ان احنا نحميهم مننا. ففي اي مكان انت موجود فيه، انت هيلث كير بروفايدر، سواء كان في المستشفى بتاعتك، في السوسايتي، في عيلتك، يعني دايما تصر على السوشيال ديستنس، دايما تصر على ستي ات هوم، ودايما تفهم الناس ده بيحصل ايه. بالانفسايز على هاو تو بروتكت يور سيلف اند اذرز، الكافول سنيزنج اتيكيت، واشينج هاندز فيري فريكوينتلي، سوشيال ديستنسينج 6 فيت، افويد ونمنع خالص موضوع الشيك هاندينج، ستينج ات هوم اند بي كايند اند افويد ستيجما، تعاملوا مع الناس برفق وما تحسسوش حد ان هو هيز ا سسبكتد كيس، كما لو كانه منبوذ او حكم عليه بالاعدام. دي الإزمو guidelines اللي referred to. الحقيقة الإزمو برضو عمل حاجات كويسة جدا، هتلاقوا كل السايتس بقى الإزمو، الأمريكان كانسر سوسايتي، الNCCN، تدخلوا وقروا هتلاقوا معلومات كثيرة مفيدة جدا تقدروا تقولوها للعيانين بتاعكم وتطمنوهم. صحيح البانديميك جه فجأة وحاجة يمكن جديدة علينا، بنحاول نكوريليت مع السارس اللي جه قبل كده، لكن ستيل هي برضو أكيد حاجة مختلفة، فاحنا ما عندناش كلام كتير قوي evidence based نقولها، أكتر من إنها الإكسبيرينس اللي الناس شافوها في الصين أو في البلاد اللي في أوروبا أو في أمريكا اللي كان فيها الإنسيدنس عالي جدا والمورتاليتي ريت كانت عالية في العين. فيعني إحنا لسه في الأول وهنشوف إيه اللي هنتعلمه وإيه اللي هنقدر نفيد بيه العين. الكوفيد 19 affects the body بطرق مختلفة. Most of the patients 80% من العيانين may experience mild to severe symptoms that might not require even hospitalization، وممكن العيان ما يحسش بيها وتعدي. Only 20% of the patients اللي بيعانوا فعلا من critical symptoms، وcritical معناها ان العيان احتاج يدخل الـ ICU او يتحط على الـ ventilator او انها ادت في النهاية الى الدث. هنبص على 2 ستاديز كده اتعملوا، يمكن دول الحاجتين اللي لقيتهم، واكيد كل يوم في حاجات بتبقى نازله جديد يعني. ولكن لما اتكلموا عن كانسر بيشنتس قالوا المشكله مش في الانسيدنس ريت، يعني ما نقدرش نقول ان عيانين الكانسر بيجي لهم كوفيد 19 اكتر، المشكله ان النسبه اللي بيجي لها من عيانين الكانسر بيبقى الكريتيكال سيمتومز فيها اكتر والمورتاليتي فيها ممكن تكون اكتر. فعشان كده مهم جدا ان احنا نمنع العيان بتاع الكانسر ان هو تجات اكسبوز، مهم ان احنا نحميه من الاول، ومهم لينا احنا كناس بتوع كلينيكال نيوتريشن ان احنا نحاول نحافظ على المناعه بتاعته، نحاول نساعده، نحاول نخليه ما يبقاش مالنورجد اول ذا واي ثرو، كما لو كاني مترقب اللحظه الحاسمه اللي لا قدر الله هيحصل له فيها كده. فانا عايز يعني مش عايز يكونني التعبير، لا قدر الله لو هسلمه الكوفيد 19 ابقى عملت اللي عليا، انا مديهولك وهو ويل نورشد، يعني انجاز التعبير، يعني ربنا يعافي الجميع ان شاء الله.
هو مش بس بيأثر كمان على الريسبيراتوري سيستم، لكن الحقيقة بيأثر على ديفرنت سيستمز اللي ممكن العيان يدخل في مالتيبل اورجان فيلير. وبرضه الاستاديز اللي كانت ببلش قالوا ان كتير من نسبة كتيرة من العيانين بتوع الكانسر جالهم مالتيبل اورجان فيلير. دي كبيرة وجمعت عدد كبير، مش كبير قوي يعني، ريلاتيفلي كبير من العيانين، كانت في ووهان طبعا المنبع بتاع المرض نفسه. 105 كوفيد 19 patients with cancer دخلوا من 339 فيميل و302 ميل، دول ما كانوش كانسر بيشنتس. ايه فرق الكانسر عن نون كانسر بيشنتس؟ لا، وان الكانسر بيشنتس اكسبيرينس مور ان هوسبيتال انفكشنز اند هاد مور سموكينج هيستوري. كل الاستاديز اللي مكتوبه واللي اتنشرت تفتقر الى الدقه ممكن، لان الناس كانت بتبقى مهتمه اكتر انها تعالج العيانين دول اكتر انها تعمل دوكيومنتيشن. في كتير من الداتا اتجابت من العيانين او السرفايفرز نفسهم، فممكن الداتا تكون مش اكيوريت قوي، الديزاين بتاعت الاستادي نفسها مش مظبوطه قوي يعني. ايه الكلينيكال اوتكمز؟ نقراها مع بعض. Compared with COVID-19 patients without cancer, patients with cancer had higher observed death rate, higher rates of ICU admission, higher rates of having at least one severe or critical symptom, and higher chances of needing invasive mechanical ventilations. We also conducted survival analysis on occurrence of any severe conditions, which included death, ICU admission, having severe symptoms, and utilization of invasive mechanical ventilation. Patients with cancer deteriorated more rapidly, more than those without cancers. يعني دي الحاجات اللي كانت موجودة main findings يعني اللي هم لقوها. study تانية برضو اتعملت برضو في ووهان. a total of 28 COVID infected cancer patients were included. 17 ميل وباقي كانوا في ميز. lung cancer was the most frequent cancer type. لكن حقيقة في برضو study تانية قريتها كانت بتتكلم عن ان hematological malignancies كانت الانسيدنس فيها اكتر، فلسه مش قادرين نحدد قوي هي مين اللي ليها علاقة بان البيشنت يكون immunocompromised. يعني it makes sense ان الهيماتولوجيكال مالجنسيز العقب اساسا هو في الاميون سيستم، وبرضه it makes sense ان ممكن عينين لان كانسر هو اساسا عنده مشكله في الريسبيراتوري سيستم بتاعهم، ف things make sense يعني. 8 patients were suspected to have hospital associated transmission. وابتدى يبص بقى على الداتا بتاعت العيانين. The common chest computed tomography findings were ground glassy opacity and patchy consolidation. 15 عيان يعني 53% من العيانين had severe events and the mortality rate was 28.6. Again, كمية العيانين اللي بيجي لهم critical symptoms أصعب أكتر. If the last anti-tumor treatment was within 14 days, it significantly increased the risk of developing severe events. Conclusion: cancer patients show deteriorating conditions and poor outcomes from the COVID-19 infection. It is recommended that cancer patients receiving anti-tumor treatment should have vigorous screening for COVID-19 infection and should avoid treatments causing immunosuppression and have their dosages decreased in case of COVID-19 infection. وبرضو بقول لحضراتكم لو رجعتوا تاني للجايدلاينز او الجايدلاينز اللي نزلها الازمه هتلاقوا الكلام ده فعلا موجود في الحاجات اللي هم عمل لها adaptation أو بيعملوا منها recommendation. Finally أنا ما لقيتش حاجة بتتكلم عن nutrition والcancer والcovid in specific. الأسبن نزلت حاجة والإسبن نزلت. الأسبن كانت mainly focusing على العيانين اللي دخلوا ICU. الإسبن كانت بتديني شوية كلام على العيان قبل ما يدخل ICU، فعشان كده فكرت إن إحنا نشوفها مع بعض. برضو الستيتمنت الأولانية بتاعتهم كانت for checking for malnourishment, screening للعيانين, patient at risk for worst outcomes and higher mortality following infection with SARS-CoV-2, namely older adults and polymorbid individuals should be checked using الماس criteria أو NRS 2002. الستيتمنت الثانية كانت بتقول optimizing of the nutritional status بتاعت patients بتوعي subjects with malnutrition should undergo diet counseling from an experienced professional. وبرضو statement الثالثة بتتكلم عن supplementation with vitamins and minerals، وبتقول على الدور بتاع الفيتامين A والفيتامين D والmicronutrients
encouraging حتى even العيانين اللي في العزل encouraging regular physical activity، خلي العيانين تتحرك as long as ما هو ما عندوش critical symptoms. طبعا الأورال statement number 5 تتكلم عن oral nutritional supplement should be used whenever possible to meet the patient's needs، وبنتكلم عن تقريبا 400 كيلو كالوري per day ب 30 جرام بروتين. الانترال نيوتريشن is the preferred route لو الاورال نيوتريشن سبلمنت مش نافع. In patients whose nutrition requirements cannot be met by orally, enteral nutrition should be administered parenteral nutrition لما يكون في enteral nutrition contraindication او calories provided من enteral nutrition are insufficient. السبعة والثمانية والتاسعة والعشرة statement تتكلم عن العيان لو دخل في الـ ICU، اعتقد ده كان covered في الاسابيع اللي فاتت، حد من الزملاء اتكلم عنه يعني. My final take-home message: nutrition management of patients with cancer goes hand in hand with appropriate anti-tumor treatment. They are parallel. مش هقدر أنجح إلا لو كان العيان بياخد appropriate anti-tumor treatment. Screening early for all patients with cancer for the nutrition risk early in the course of care, regardless of the body mass index and weight history, regularly rescreen. ما نخدعش بإن العيان وزنه إيه أو شكله. Screen and regularly rescreen. Increase the nutritional assessment to be more detailed. بص على measures of anorexia. بص على detailed body composition. كلمنا عن impact بتاعت muscle mass. Ease the resting energy expenditure whenever possible by indirect calorie meter. Look for inflammatory biomarkers. Use nutrition intervention with individualized plan. كل عيان مش زي التاني. مش معقولة بعد ما شرحنا كل الكلام اللي اتكلمنا فيه ده ايه اللي بيحصل في الكانسر related malnutrition والباثوفيسيولوجيكال pathway هنقدر نقول ان كل العيان زي بعض. No, every patient is a unique case by himself. Including care focused on increasing nutrition intake, decreasing the inflammation and hypermetabolic stress, use of pharmacological agents, use of pharmaconutrients if indicated, and increasing the physical activity. اخر حاجة احب اقولها لكم: if you change nothing, nothing will change. فيمكن ربنا بعت لنا البانديميك ده علشان كل الناس تاخد بالها ان النيوتريشن ان كانسر is a cornerstone في التريتمنت. ان اخلي بالي من النيوتريشنال ستيتس بتاعت العيان، ان اخلي العيان اللين بودي ماس بتاعه كويس، اخلي العيان فيت. دي كلها حاجات مهمه جدا. فكل واحد فينا في البراكتس بتاعته should look ايه learning lessons، ايه اللي ممكن نغيره and how to improve. فلو في وقت كويس مش هيجي احسن من الوقت اللي احنا فيه ده. فخلينا نختم بان احنا نقول ان الـ orchestrated pathway بتاعنا it's now or never. Thank you so much. I'm ready for any questions. يا رب ما كنش طولت، وانا طبعا طولت عليكم يعني، بس يا رب ما كنوش زهقتوا يعني. I'm ready for questions. شكرا دكتوره هبه، يعني شكرا ليك، استحملتوني كلنا. لا بجد المحاضره شيقه جدا وممتعه وبجد مفيده، يعني ربنا يجازي حضرتك كل خير، يعني فعلا محاضره كويسه. احنا هو في اسئله كتير وطبعا اغلب الكلام شكرا لحضرتك، ومستمتعين جدا بالمحاضره طبعا. فانا هاخد بعض الكويشنز كده عشان ما اطولش على حضرتك يعني. في سؤال بيقول what is the most ممكن افتح مش هيبان من عندي صح؟ لا اوكي حضرتك ممكن تفتحي كويشنز، ممكن تفتحي كويشنز من عند حضرتك. فين الكويشن؟ حضرتك مش سامعه عندي كويشنز. كويشنز يا دكتور موجوده فين كويشنز؟ انا شايفه شات وشايفه اوديو. طب اتفضلي حضرتك قولي لحد ما انا الاقيه. هحاول. هو يعني هو ممكن يكون بس الصوت عندي مش كويس، ولا حضرتك سامعاني دلوقتي؟ لا انا سامعه، اتفضلي انا سامعه. تمام. What is the most effective oxygenic medication do you recommend with anorexia patient؟ عايز حاجه اوركسوجينيك. I recommend ان هو يقرا الجايدلاينز تاني. يمكن الميجيس هو اكتر حاجه منتشره دلوقتي، وزي ما قلنا كل حاجه ليها بروز اند كونز. يعني في ناس بتتكلم مثلا عن الستيرويدز، بس هاويفر الستيرويدز اللونج تيرم كومبليكيشنز بتاعتها عاليه جدا. يمكن الميجيس اكتر حاجه الناس استخدمتها. الامرلين ده دلوقتي موجود FDA approved، ما اعرفش اذا كان موجود في مصر ولا لا.
فما اقدرش اقول على الاطلاق ان دي احسن حاجه، ودي حاجه فيري تشالنجينج كلنا بنسال نفسنا بيها، يا ريت لو عندنا ماجيك سوليوشن حاجه تخلي العينين شايفهم تتفتح يعني. تمام. بس في برضو سؤال يعني بتفرق من عيان لعيان، يعني اعرف مزايا كل حاجه وعيوب كل حاجه والدوزز والليميتيشنز بتاعت كل حاجه. اوكي، في سؤال تفضلي. بيقول are vitamin D derivatives or its active form have role against sarcopenia and muscle related disease؟ في ستاديز بتتكلم على كده، ولكن زي ما قلنا احنا قدامنا الجايد لاينز، يمكن الجايد لاينز دي من 2016 وطلعت حاجه جديده تقول كلام غير كده، بس في ستاديز بتتكلم ان ده ممكن يكون ليه دور فعلا. في سؤال بيقول is supplying fatty acids is important as protein supplementation؟ لعدة أسباب. أولاً it's a dense caloric source، فلو أنا هو بيتكلم يعني على حاجة خلينا نبدأ ناخدها نقسمها جزئين. الفاتس جزء منها اللي هو البولي انساتوريتد فاتي اسيدز اللي يهمني منها الاوميجا 3، فانا لازم اضمن العيان بتاعي بياخد اوميجا 3. انا بتكلم على عيان تاخد وذر انترال اور بارنترال، فيس اتس انتجريتد، وكل الجايد لاينز والريكومنديشنز بتقول لو حد بارنترال انكلود الفاتس معاك فروم داي 1 مفيش مشكله. طبعا اتكلمنا على الابروتش بتاع ستارت لو اند جو سلو، فهي مهمه علشان فكره الاوميجا 3 مهمه عندنا. الحاجه الثانيه اللي بتساعدنا فيها واتكلمنا عليها قبل كده فكره الجلوكوز والووتر والصوديوم ريتنشن. الحاجه الثالثه اتس ا دنس كالوريك سورس. الحاجه الرابعه الناس اللي عندها مثلا على فنتليتر او عندها سي او بي دي او عندها مشكله في الاوفر برودكشن اوف كربون دايوكسيد، فبعوض كمية الطاقة اللي بقللها من الدكستروز من خلال ان انا ادي فاتس او انترافينس ليبيد ايمج. في كويشن تاني بيقول جلوكوز انتيك and its negative impact on immunity and increase inflammation which harm cancer patient. انا مش فاهمة السؤال قوي. هو انا كمان مش فاهمه. يعني احنا عندنا ليميتس، يعني احنا عندنا حاجه اسمها الدي اي ار او الجي اي ار جلوكوز انفيوجن ريت، بنتكلم في 4 ل 5 ملي جرام بير كي جي بير مينيت، مش بنزيد عنهم. بنتكلم عن مينتيننج الجلوكوز هوميوستاسيس، ان السكر مش عايزينه يعلى عن 150 ل 180 ملي جرام بير دي سي لتر. مش فاهمه قوي السؤال، ولا هل هو بيتكلم على فكره ان ممكن يكون الجلوكوز سورس اوف انرجي للتيومر سيلز فهتكبر؟ مش فاهمة السؤال كده يعني. انا يعني مش فاهمه معانا، ممكن يكتبوا تاني لو حد حابب يا جماعه يسال على حاجه ريز يور هاند وممكن نفتح مايك حضرتك تسال. او ممكن بيتكلم على فكره الانسولين ريزيستنس، هي كده كده هتحصل يعني، هي الانفلاميشن ده از تريجر باي ذا تيومر والريسبونس بتاع الجسم ليه، فهي الجلوكونيوجينيسيس هتحصل، الهايبرجلايسيميا هتحصل، الريليز بتاع الكاونتر ريجوليتوري هرمونز دي هتحصل. احنا اتفقنا انها ماشيه ان بارالل مع الانكولوجيكال تريتمنت، يعني اما انجح في ان اسيطر على الورم الحاجات دي كلها هتقل. اوكي طيب، في سؤال تاني لو حد حابب يا جماعه يعدل السؤال. اوكي ممكن يبعت تاني مفيش مشكله. How much calorie can I begin in refeeding syndrome؟ لا تاني، how much ايه؟ كيلو كالوري can I begin in refeeding syndrome؟ ابدا بقد ايه في refeeding؟ 5 ل 10 كيلو كالوري per kg per day the slowest possible with correction of electrolytes. اهم حاجه الفوسفورس يكون متظبط والبوتاسيوم والمغنيسيوم اهم حاجه. How much salmon should 5 ل 10 كيلو كالوري بير كي جي بي. احنا كل ده بنتكلم طبعا ادلتس مش بيدياتريكس. اوكي how much salmon should be given in refeeding syndrome؟ هو في اختلاف بين الاسبن والاسبن. از اي ريكول الاسبن بتتكلم عن 100 ل 200 ملي جرام بير كي جي بير داي، يمكن الاسبن سامحه بحاجه اكتر من كده شويه. وبرده دي مكتوبه في الجايد لاينز، مكتوبه بوضوح يعني. لو فتحتوا الاسبن جايد لاينز بتتكلم عن الريفيدنج سندروم او الايستن ان كانسر بيشنتس هتلاقوها مكتوبه. اي ثينك ان هي كانت 100 ملي جرام بير كي جي بير داي، يمكن الايستن مديرج اكتر شويه من الاسبن. في ناس بتسال على اللينك بتاع الريفرنس.
كل سلايد مكتوب تحتها اللينك بتاع كل حاجه، يعني مكتوب الاسبن جايد لاينز دي يو كان يعني فريلي داونلودد من على الاسبن ويب سايت، والاسبن نفس الحكايه كل ستادي تحتها اللينك بتاعتها، لو خدت كوبي ودورت عليها على جوجل سيرش هتطلع لك. اوكي، هو احنا كده تقريبا جاوبنا على اكتر اسئله، ومش هنقدر نطول اكتر من كده لان الوقت اتاخر جدا. انا شخصيا مش قادره احس ان الوقت خلص، يعني والله يا دكتور يعني انا ما فعلا يعني سعيده محاضره جدا، ممتعه، احنا استمتعنا جدا دكتور انا هبه سعيده والله والله ان النهارده، انا كنت معاكم، وبجد وعايزه اقول ان انا الاسئله النهارده مفيده سعيده ومهمه. جدا لسبب. زمان لما خدت البورد بتاعتي في 2008 الناس يمكن كل محاضره ليا بقول فيها الجملتين دول، وحقيقه بحب اقولهم جدا، يعني الناس بتقول ان انا مجنونه، يعني انت ليه ما بتاخديش بورد في الاونكولوجي ومال الصيدلي ومال نيوتريشن؟ من النهارده العدد ده يحضر والناس تبقى انترستد والليفل اوف انتراكشن يبقى عالي. انتوا بتحسسوني انا شخصيا ان ال 12 سنه اللي فاتوا دول لم يكونوا عبثا، ف I'm very proud بكل الصيادله اللي بيحاولوا يكون ليهم يعني دور فعال جدا، وان اكون موجوده معاكم ونكون ليا مساهمه ولو بسيطه ده فخر وسعاده ليا. يعني اتمنى يا رب دايما ان احنا نكتر ونزيد، واتمنى ان كل الستاديز او الترايلز اللي اتكلمنا عنها دي كل واحد فينا يفكر في البراكتس بتاعته ايه اللي ممكن نعمله، يعني نفسي يكون عندنا الجايد لاينز بتاعتنا احنا، يعني نفسي يكون عندنا الافيدنس بيز براكتس بتاعتنا احنا، ف يا رب يكون ده بيفتح لينا كلنا حاجات نعملها. فاشكركم ان انتوا ادوني فرصه ان انا اقول الكلمتين دول بصراحه اكتر من اني اقول المحاضره يعني، لا وبالتوفيق بجد للجمعيه دكتور ولكل موجودات بنشكر حواليا. حضرتك جدا، كنا مبسوطين ان حضرتك كنت معانا النهارده، اشكرك وشرف كبير اشكرك للجمعيه اشكرك ان حضرتك شكرا كنت معانا لحضراتكم، بجد لا النهارده. العفو شرف ليا يا فندم، اشكرك بنشكر حضرتك الدكتور هبه، اشكرك وطبعا شكرا بنشكر شكرا. كل الناس اللي حضروا معانا النهارده الويبينارز. السلسله كبيره وما تزهقوش، احنا مكملين لاخر رمضان ان شاء الله بسلسله كويسه. لو في اي مقترحات او اي توبك حابين نتكلم فيه يا ريت تبعتوا لنا على البيج الرسميه اللي الجمعية اسمها الجمعية المصرية لصيادلة التغذية، نتمنى تساهموا معانا أو تقترحوا علينا أي اقتراحات. إن شاء الله يوم الحد الجاي هيبقى معانا النيوتريشن تيم مستشفى معهد ناصر، طبعا بقيادة الدكتورة دينا حفني هيكون معانا إن شاء الله، وطبعا هيبقى في تنويه قبلها على صفحة الجمعية. بنشكركم جدا جدا، وكل سنة وأنتم طيبين، ونتمنى لكم السلامة، وكل طبعا الفريق الطبي وكل مصر طبعا نتمنى لكم السلامة من كل شر، وربنا يزيح الغمة دي قريبا إن شاء الله. بشكركم بالنيابة عن مجلس الإدارة كله، وبالنيابة عن دكتور محمود جمعة رئيس مجلس الإدارة، وإن شاء الله يوم الأحد هنكون معاكم بإذن الله. وشرفتينا دكتورة هبة، كان لينا الشرف يعني أشكرك شكرا استفدت ليكم، الله جدا. يكرمك، شرف لي يا فندم، ربنا يكرمك، جزاكم شكرا الله خيرا، لحضرتك وكل سنة والوقت وانتم طيبين وربنا يحفظكم، تصبحوا على ألف خير، شكرا، وحضرتك طيبة يا فندم، مع ألف سلامة. مع السلامة.